تحكي معاك في الموضوع ده. فالنهارده بنقول انا عايز يعني كل اللي كنا كده موجودين. طيب النهارده هناخد حاجات كلها عملي. هنلاقي كلامنا كله سلوك معانا يا اخوانا. اخوانا هنتكلم من دلوقتي لمدة ساعتين احنا بادئين من 7 و10 6 دقايق و7 دقايق فهنخلص 9 و7 دقايق ان شاء الله. احب بس اتاكد على شويه حاجات. نقفل الموبايلات مع بعض كده. نقفل الموبايلات نفكر بعض. مع موبايل كده يرفعه ويقفله. نقدم فكره معينه وكلمه معينه اما عن طريق الشهادات دي اما عن طريق تمام. يبقى كده كلمه او يبقى كلمتين. كلمه مثلا خطبه جميل. فكذا قاعده ممكن تقديم ضيق تعريف كنا مستمح محمد فوزي هيكون حاجة. ممكن انت متوقع نتكلم في عرض فكرة؟ لا النهارده مستنيين اسكان عرض فكرة. لو حد من اخواننا بس يتكلم تحت يعني ممكن نتكلم عن موضوع العيال المسؤولة. المايك برضه يبقى موجود. اسال سؤال كم واحد فينا خطيب؟ نتعلم ازاي نتنقل على المستمعين. نعم. طيب. بس انا
يعني انقذ ما تبقى من وراء وجه حقيقه. ايه المشاكل اللي حضرتك متخيل اللي انا ممكن احلها لحضرتك في 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 المنحه دوت؟ معانا اخ مصطفى اسماعيل. مش هسمعي لو منتظر يعني احدهم احد القراء ايه المشاكل حضرتك متوقع ان ممكن احلها؟ هو احنا معتادين كخطابه او في دروس وكده بنتكلم من جانب واحد. اه انا بعرض والفيدباك بيبقى يعني ايه شايف مشكله تقدير والاحترام والتقدير. انا بيبقى الفيدباك ده عامين بره. فلو هنزل على الارض بتكلم بعرض مشروع بشكل عام او بقدم برزنتيشن بشكل احاديه في بقى جانب اعتراض ورد وكده لازم الفكره تبقى اكثر يعني ايه اكثر وضوحا بالنسبه للناس. حضرتك متوقع ان انا اتكلم في الحوار المتبادل. يعني انا بعرض ومستني بقى من الناس. انا عايز مشاكل تقول انا عندي مشكله كذا لو جدع بقى حلها لي النهارده. اولا مشكله مثلا ممكن تقابل كتير فينا موضوع ايجاز مشد الانتباه ممكن يكون موضوع كويس جدا جدا ولكن هو ممكن بس ادي ازاي بقى اكتب اللي قدامي وشد الانتباه. يعني انت في الفضل ما تعرفش تكذب الناس ربما بقطع فيها مثلا ده مفيد. بقطع فيها ده في يعني قواعد الاستهلاك والاصل الثاني تخيل بس الكلمتين دول لوحدهم علم يعني شوف الكلام عايز انا اعلمه براعه الاستهلاك بس الاستهلاك خلاص ما كده انا ربطتها بده وده يعني دكتور لا اخونا بس معلم الميكروفون اتفضل. هي اختلاف التعبيرات حسب يعني ارتفاع صوته وخفاض حضرتك عايز تتعلمه ولا عندك مشكله فيه؟ لا لا هو يعني انا بحس ان انا بمشي بريتم واحد. يعني كده هنقول في نبرة الصوت ولغة الجسد. اتفضل يا اخ سيوب. في بسم الله في الدراسة واحنا لما كنا ندرس في الإدارة في السيلز مانجمنت في الختام يعني تعرض المدرس وهو أمريكي يعني تعرض لموضوع الكلوز اللي هو الإخلاء الأمريكي هي هذه الفكرة تقريبا أصعب ما يعاني منها السيلز بيرسون. ايوه اللي هو كلوزن يعني ممكن يعني. انت ممكن يعني نسحب هذه المساله على الخطباء ايضا نعم اللي هي موضوع انهاء كيف انك تنهي مع تنهي الخطبات بالكلمات وصل الفكره وبشكل انه ايه غير انسحاب التكتيك يعني عايز الكلام بقى اللي هو قدامي ده ولا كلام جاي. هل عندك مشكله في الحته دي؟ تقريبا احيانا بقطع فيها احيانا بحس فيها أحيانا يعني يصل لي نقطة لا يستطيع أنه يثبت وساعات بسافر أحيانا أسرع أتكلم عن تخيله قدر بدر. وفي نقطة في الراحة الزاعي والنقطة بيبقى هو مقتنع بوجهة نظر معينة أنا ما حضرت فممكن بلاقي صعوبة أن أنا يعني أتبنى وجهة النظر الثانية أشوف يعني هل ده ليه علاقة بالعرض والإلقاء؟ أو العرض والتقديم؟ أنا بالنسبة لي لو أنا يعني مش فاهم التالي يعني حساسيات النظام بتاعتي إيه مثلا مش فاهم الكلام فيها ممكن أقدر أعالج هذا النقط خاصة في الداخل إيه قراءة المستمع التعرض لا مش عارف أكاتش الموضوع مش عارف أفش حضرتك محتاج يعني مثلا لو إحنا بنتكلم في موضوع مثلا بصوت دلوقتي أنا ممكن بتكلم وجهة نظر يعني وأقول لي مثلا مقتنع بيه لكن اللي قدامي ممكن يكون يعني عنده وجهه نظر ثانيه فما عنديش استسمع له وبالتالي اقدر اقول انا يعني مش عارف ادخل له منين؟ لا انا ما بفهمش عارف ادخل له منين انا هو مثلا عنده شبهتين ثلاثه فانا عايز اعرف الشبهتين دول بحيث يبقى ده المدخل بحل معاه. اظن احنا ناقشنا القصه دي في موضوع مهارات الانصات في المحاضره اللي فاتت لعلنا هنحاول نشوف حاجه ثانيه. اتفضل. ممكن نزيد الخطه احيانا او اداره وقت الخطبه يعني ممكن واحد يبقى محضر خطه من عناصر كثيره ويكتشف ان هو في الاخر قال عنصر او اثنين والوقت خلص. هتشوف الكلام ده النهارده تسيله لان ازاي هتخرج من ايدينا الموضوع ده. اتفضل. لا كنت هتكلم حضرتك برضه على ضبط الانفعال اثناء العرض. نعم. ضبط الانفعال يعني العرض ايه؟ خلمين يبدا يسخنني في حاجه ويشتدني في نقطه معينه. تمام. مهاره ضبط الانفعال دي وايد مهمه. طيب انا اقول لكم عشان ما تخلوش اكتر من كده مش هنتكلم في ولا واحده. بص بقى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا سايبك سايلك التقيله النهارده كده هيبقى شايلك التقيله انا جاي استفيد منكم يا اخوان. احد
الاهداف دي عشان التسجيل خلاص اشتغل كده ينقصوا اكبر تحدي وده اول درس اتعلمه يا فندم او يعني نستوعبه معاكم سويا ان البرزنتيشن هو اللي انتوا قلتوه كله لكن داخل وخلال فتره من الزمن هو ده اللي يميز العرض التقديمي عن غيره من وسائل وصور الاتصال اللي انت محكوم بوقت محدد وده اكبر تحدي اللي اخونا ابو الهدى قاله ان هو ايه الموضوع بيخرج من ايد حضرتك انت دايما الخطبه عايز وقت زياده دي احد المشاكل اللي هنشوف ازاي ان شاء الله نعالجها يبقى ده تعريفنا للايه للاتصال جميل اجزاء الاتصال او تعريفنا للعرض هي الاتصال في كم سؤال بنساله لنفسنا قبل ما نعمل اي عمليه اتصال ايه هما ليه دبليو واحد اتش واي وات وين هو وير اند هاو دول الست اسئله انت حضرتك برضو لما تيجي تعمل برزنتيشن بتسال نفسك الست اسئله وده مدخلنا هي ايه مكونات عمليه البرزنتيشن اول حاجه واي لماذا ايه الهدف اللي حضرتك عشانه جاي وتقف قصاد مجموعه من الناس مجموعه من الناس دول احنا بنسميهم هو من هنا احيانا بنسميه الاودينس او الجمهور اللي التميز الاخر او عمليه البرزنتيشن تتميز عن Thank you.
هنعمل لعبة صغيرة أوي مع بعض، لعبة بسيطة جدا. أول حاجة حضرتك جاوبت، جاوبت مش كده؟ طيب لو جاوبت احنا عندنا معمودين X و Y، عندنا ايه عمودين X و Y، أنا هشتغل عليك دلوقتي. كل سؤال حضرتك جاوبت على لا مطلقا ادي لنفسك واحد. كل ده تحت الإكس، اكتبه فين؟ تحت الإكس. أي سؤال حضرتك جاوبت عليه بلا مطلقا يبقى درجتك واحد، نادرا اثنين، احيانا ثلاثه، عاده اربعه، دائما خمسه. ادي درجة نفسك تحت الاكس ووريني من واحد لخمسة. عادة كم؟ أربعة؟ أربعة دائما خمسة. ترتيب من واحد لخمسة. دائما كم؟ دائما أربعة. اول خمس اسئله بس اطرح الدرجه بتاعتك من سته باب الواي. بالسالب يعني؟ لا مش هتجيب بالسالب خالص. يعني حضرتك في اول سؤال مثلا خمسه فاطرح سته ناقص خمسه. انا اول خمسه اسئله مع بعض. لا لا بص يا اخوان، هنا مثلا خمسه صح. اول سؤال ثلاثه يبقى ثلاثه، اول سؤال هنا جت في خمسه فيبقى سته ناقص خمسه يبقى درجته واحد، يبقى في الواي. ثاني سؤال اربعه، ستة ناقص أربعة اثنين، يكتبها في الواي. ثالث سؤال أكتب اثنين
الناتج في اول خمس اسئله بس. استنى اول خمس ماشي جميل جدا. اول خمس اسئله فقط. اول خمس اسئله فقط يعني جميل. اما بقيه الاسئله حط درجه اكس جوه واي. هي يعني هي يعني جايب مثلا 5 حط 5، كاتب 3 حط 3. طيب كده كلنا اخواننا بنجيب نفسنا درجات من 1 لـ 14. اعيد مره اخرى حضرتك الدرجه في اول خمس اسئله، تطرح من 6 في الواي، من 6 من سادس السؤال اللي جاي في الاخر نفس الدرجه في واي. كده كلنا ضاغطين درجات في واي. انت بقى اكس خالص كلنا هنشتغل على الواي. اول حاجه تجمع درجتك في الواي. اجمع درجتك في الواي. يعني كل ما كنت حضرتك بتعمل اول خمس اسئله كتير كل ما بقى مش كويس، والباقيين كل ما حضرتك بتعملها جزء كل ما كانت درجتك كويسه كل ما كنت ايه افضل.
تعال بقى نخصص الموضوع ده. بص ايه الفوائد لو حضرتك مين جايب اقل من 14 في الوارد؟ اه في الوارد في الوارد يعني طبعا انا كده بيقول لي كيف اقول في الواي يعني الواي اخرك اخ كارم احنا بنجمع الواي مش ورده خالص لانهم 14 سؤال كل واحد واحد فيها كل كل ما زادت ضربت الخمس الاولانيين في كل اكس اه دي مدرسه اكس اكس ومدرسه شيء وحش. طيب مين واخد اكتر من 70 برضه لا يمكن صح. اخواننا اللي جايبين من 14 بيكونوا 30 كم واحد؟ هيعترفوا لوحدهم سوا لازم هيعترفوا لوحدهم شوية شوية. طيب حلو يعني كم لكم؟ من 14 ل 30 محدش جاب الدرجة دي؟ من 33 ل 51 طيب ثانك يو شكرا جدا. فين اخواننا بقى جايبين بقى 76 حاجة من الاثنين تتروحوا نديكم مكاني ما تنفعش طبعا اخواننا اللي جايبين درجات من 1 ل 70 اكسلنت رائع ممتاز جدا مهارات العرض واكمل على ذلك. اخواننا اللي جاب 51 بالظبط زي حضرتك بنمشي. اخواننا اللي جايبين من 33 ل 51 هو عندهم كلام كويس بس في شويه نقاط ضعف في طريقتهم في بعض نقاط الضعف في طريقتهم لاعداد العروض التقديميه. اخواننا بقى من 14 كيلو ده كنت اتمنى تبقوا كتير عشان اعرف اكل عيش يعني هو الناس اللي بتبقى كتير اقل من كده دول فعلا بيستفيدوا من الكورس لان هو بيكون عنده مهارات في العرض مالها سيئه. اوكي؟ السلام عليكم. في واحد اللي قالوا كم قلت كان جاب 70 اخونا عصام. طيب تعالى بقى نقسم الموضوع. بص بقى جمال التمرين ده يا اخوانا قسمته للموضوع الاسئله كل اللي انا بتكلم على واي على واي بتكلم على واي الاكس خلاص ازاي. السؤال رقم 2 و6 و10 و11 جايب فيهم كام؟ 2 و6 و10 و11 تحديدا جايب فيهم كام؟ واي اه مجموع يعني مجموع الواي اه عادي الاجمالي اه الواي الواي اه 2 و6 و10 و11 كام؟ 16 بيقيسوا أول ركن من أركان العرض التقديمي الناجح ألا وهو معرفة الجمهور. معرفة وفهم الجمهور. اخواننا اللي جايبين درجه لينا كويسه يبقى هم فعلا يفهموا الجمهور جيدا قبل ان يتحدث. كام لكام؟ ايه؟ كويس يعني من 15 وانت طالع ده جميل جدا. اخواننا اللي جايبين درجه قليله في المجموع ده ياخدوا بالهم لما اجي اتكلم على ايه؟ اعرف جمهورك. ادي واحد 1 و6 و13 و14 مجموعهم كام عندك؟ كام؟ واحد وصل حضرتك اهو 1 و6 و14 و15 اللي جايبين درجة عالية في الأربع أسئلة دول الدحيحة. وبالعربي الدحيحة نقول بالبير يعني الناس اللي بتحضر تحضير ضخم لأن الثلاث الأربع أسئلة دول يا إخوانا بيقيسوا مقدار التحضير الجيد للمحتوى. وترى بنتكلم مع مجموعة من الخطباء والعلماء فهو لابد أن يكون لازم فعلا تحضير جيد. لا هو حضرتك انا جاي لسه عمل لسه قصاد شويه لازم احسن نفسي. لحد فين بقى؟ لحد ال 20 صراحه لحد ال 20 حضرتك بتتكلم على الدرجه المحضره ال 20 على طول. اه ما انت بتحضر الطرق هنا على التحضير مش بس على 100 يعني هنتكلم يا اخوانا حالا على فكره حضرتك كماده علميه ولا حضرتك ايه؟ كماده علميه معلومات بديله وطرق بديله وامثله بديله مقارنات بحيث ان انا بحضر اكتر من حاجه بحيث لو حد ما فهمش الاسلوب اروح فهمه باسلوب تاني. طبعا احنا لو ما جمعناش ورقه قبل المحاضره خلصت لان هو الموضوع كله قائم على الاربع حاجات دول. الاسئله
خمسة وسبعة تسعة واثناشر. خمسة وسبعة تسعة واثناشر. كل ده في الواي برضه. تسعة واثناشر. ليه نجمع دول؟ اه خمسة وسبعة تسعة واثناشر. أربعتاشر. هو ده حضرتك بقى اللي عنده الضغط مش مختلف. لا يبقى التمرين ده يا اخوانا بيستو في كده. التمرين ده بيستو في ايه؟ اللي هو مصنف لك بالضبط في تاني حته. فده جميل. قريب من العشرة قلت يا استاذ. يبقى هو محتاج يبقى في كونفدنت عنده يعني ثقة أكثر من ذلك. اللي هو من 20. فوق ولا لتحت؟ لا اللي فوق طبعا. يعني حضرتك القريب من ده يعني القريب من 10 من فوق يعني جاب 11 وانت نازل بقى ده اصل ما اظنش حد من حضراتكم هيقل عن 10 بجد 13 لا ده كويس عايزين نزود الثقه شويه 12 ده جميل بس عايزين ندوس اكتر عايزين نقفل الامبير عايزين نوصل لغايه ال 20 طيب 4 3 4 و 8 و 9 و 4 8 و 9 اه ايه يا اخوانا خبروني بقى بالدرجات كده في 18 انت بتتحكم في المحيط ازاي؟ بتتحكم في المحيط والكونديشن ده بظبط المعلم ازاي؟ يعني لو كان عندك عرض تدريبي ازاي بتحسنه؟ لو كان عندك جمهور ازاي بتسيطر عليه؟ عندك اضاءه؟ عندك صوت؟ ازاي بتاثر بتسيطر على الكونديشن او المحيط والبيئه اللي حضرتك بتدي فيها هذه المحاضره. طيب لا اقول ان دوا هيقيس مهاراتنا فعليا لكن اقول لحضرتك ان احنا لو مسكنا البنود دي ممكن بقى كده البنود دي هنلاقي نفسنا واحنا بنتناقش لو اتناقشنا فيها هنخلص المحاضره بمعنى اول حاجه يا اخوانا ان لما اقول لك انت بتركز على الجزء الاساسي من العرض مش مشكله المقدمه مش مشكله النهايه طبعا ما ينفعش يعني لازم اهم حاجه في الموضوع ايه المقدمه لو لقيت حضرتك ان درجتك هنا بما ان دول اول خمس اسئله السلبيين كل ما تلاقي درجتك بتعمل الموضوع ده كتير لا حرص من كده. حاجه ثانيه افتراض ان الجمهور عارف كل حاجه انا اسف ان افتراض ان الجمهور ضئيل في معرفته وتقعد تبسط في اللي هي الباك جراوند او الخلفيه عشان يتفقوا معاك. طب لا حضرتك لو انت عملت كده انت بتمل للناس اللي حواليك. بعد كده دايما 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 في الخطبه اقول للناس ايه؟ معذره على الاطاله. دي حضرتك في محاضره المفروض تخلص الساعه 8 دي مش حلوه النقطه رقم 2 دي يعني كسبان برضه ان انا بدل ما في كسبان بس انا اختبر بس الاول يعني بالظبط قبل ما ابدا يعني ايه اقصد او ما اقصدش في المعلومات بختبر الاول عشان بابا هم فاهمين خلاص الله يفتح عليك باص على الله يفتح عليك هنا بس لازم الورقه ايه يعني هم مش فاهمين نعم الاول نعم بس هنا يا اخوانا المكالمه هتكون احنا الصح عشان اكلم حضرتك على موضوع مفرداته وابتدياته مش معاك بعد كده بنتكلم يعني مش هعرف اسمعك لكن الكلمه اللي هنا عايزين ناخد بالنا منها كلمه ايه؟ باعطاء الجمهور كامل الخلفيه كامل الخلفيه لا ما تنفعش تبقى محاضره ثانيه حضرتك لو الجمهور محتاج خلفيه عن الموضوع حضرتك لا اما تفرد ليها محاضره لوحدها لا اما تقولها لهم في صوره ايه كبسولات بسيطه عشان يبقوا معاك بس واحنا بنشتغل حاجة نمرة ثلاثة الموضوع الوقت المحاضرة من صفر الساعة 8 لقيت نفسك انت لسه في نص المحاضرة وظبط المواعيد اللي ساعدنا فيها قوي في البرزنتيشن زي ما هنشوف دلوقتي. نمرة أربعة ايه رأيكم فيها؟ عفوا نمرة أربعة دي سلبية ولا إيجابية؟ سلبية سلبية طب ايه الإيجابية بتاعتك؟ أو أنا هي دي
اللفظ هنا هو المفروض مش 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 الاخرين هم اللي يتاكدوا, انا اللي اتاكد, المفروض ان انا اتاكد بنفسي بكل السيتنج بتاعه المحاضره بتاعتي. بعد كده انقلق من القائد الجمهور يضعني تحت ضغط. دي بقى شويه ثقه شويه. في واحد يقول لك مجرد ما اخلص قصاد الناس بعرق بقى وببتدي اترعش وبتاع وما اعرفش الكلام. طبعا احنا الحمد لله احنا معديين ظني ان احنا معديين الايه المرحله هنا كتير, لكن في نفس الوقت في بعض الاحيان بيكون الادرينالين اللي هو ناتج من خوفك ده باعد وحافظ ان انت ايه تطلع اكثر يعني افضل عند حضرتك. طيب بقيت بقى الثمن اللي جاي 14 الاسئله التسعه الباقيه كلها ايجابيه, يا ريت تعملها قد ما ايه قد ما تقدر. ده نتيجة الايه الكوشنيرز او الاستقصاء ده. خليني مع حضرتك زي ما اتفقنا وحاول تقلل قوي 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 من اول خمس سمات, وتزود قوي 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 منين من السمات الاخرى وما لهاش حدود بقى, لان يعني في الاخر المقياس اللي احنا بنقيس عليه حاجه ايه يعني سبجكتيف كده بنسموها ايه نعم حاجه جزئيه كده. انا بقول ايه انا باخد كده عاده او دائما. فإذا هنا حضرتك تعمل قد ما تقدر من واحد من 6 لغاية 14 وتقلل أول منين من 1 ل 5. أوكي؟ معلش حضرتك سؤال, رقم 12 اللي هي التغيرات التواصل غير اللفظي أيوه غير المنطوقي, هل المبالغة فيها شيء مهيب ليا أنا؟ اللي هو الخطيب نفسه العارض أو الملقي لو زادت الإيماءات بتاعته بيبقى مرموش بقى. مش هينفع الكلام لا خالص يعني خالص. هي حد معين بعد كده تبقى مبالغه الحد الوحيد بتاعها ان تكون انت على طبيعتك. بمعنى بمعنى انا متعود ان انا ايه يعني ابتدي بقى اشوح وابتدي اشاور ولقيت دكتور كويس بيعمل ايه كده كل شويه اعمل الناس دي كده اعمل كده. طبعا لا خليها طبيعيه جدا. حاجه برده اللي تعيب يا اخوانا في المحاضرات اللازمات لازمات. انا مره عديت لواحد من اخواننا كلمه يعني في حوالي ربع ساعه 36 يعني على الدرس في مثلا اه ما يتكلم يعني مثلا فهمني ماشي معايا معايا طبعا تمام 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 في تفرس بجد كده تمام تمام نص كلماته تمام. فاللازمات دي لازم تاخد بالك اللازمات والايماءات دي طبعا لو زادت ما تبقاش شكلها زي ايه. طيب تعالوا بقى يا اخواننا احنا كده خلصنا اول جزء الا وهو مين؟ مقدمة. مرحبا اخونا عصام اخونا هاني واخونا ميزان. احنا بنتحدث مش على الخطابه لكن بنتحدث كيف تحضر نعم يا خلصنا؟ خلصنا؟ انا بدور توكن عادي. بنتحدث كيف تحضر محاضره. هناخد مثال نمشي بيه شويه. قالوا لحضرتك حضر محاضره عن الدستور حديث العصر وحديث الساعه. اول حاجه تعملها ايه؟ تقرا دستور. اقرا دستور. طب ايه تاني؟ كمحاضره اتكلم كمحاضره اول حاجه تعملها ايه؟ اشرح لك النص. اول حاجه اتفضل دي لازم عن الدستور ده اتكلم عن الدستور نفسه. اول حاجه شوف القضايا اللي مهتم بيها الناس في الدستور. القضايا اللي مهتم بيها الدستور قضايا الشبهات في الدستور صح؟ حتى اعرف الناس عليه بس طب صحيح ايه بسيط فاضل يا فندم؟ هو في نقطه شكليه في القضاء ده دايما اي حد عنده غلط اي حاجه بتطلب عن اي حاجه مثلا هو تم الاسبوع المفروض انه يعمل قضاء ده نعم فبيظل كامل الى مقابل العرض اليوم او الساعات والليل طبعا والواجب عليه ان هو يكون عنده ورقه صغيره يكون قرر القرار ده ليه وما يطولش اسبوع اخر اسبوعين كامل نعم نعم جميل ادور في الموضوع اشوف الناس اللي اتكلمت فيه قبل كده طرحت فيه بحث واعداد اتفضل مطلوب ان احنا نحضر برزنتيشن عن الدستور اتفضل اول حاجه اسال انا هتكلم مع مين؟ اتكلم مع مين ممتاز صح ستة اسئله هو ده الكلام بقى اللي احنا ايه نطلع منه طبعا انتوا حضراتكم عندكم يعني كتير من اخواننا كلنا عندك الموضوع ده بالطريقه يعني لو الكلام ده حضرتك بعد قلت انت ما ضبطتش حاجه في ثمان سنين يعني ايه اللي انت بتعمله؟ انا جاي النهارده بس اظبط النو هاو يعني حضرتك ايه ازاي بالظبط كده الراجل اللي عامل ملايين وهو لا يقرا ولا يكتب ولا بقى عنده استراتيجيك ولا الكلام اللي بيقوله بتوع الكتب دول لكن ما فيش مانع نقعد كده نظبط له دماغه يا عم الحاج الكلام اللي انت بتعمله ده اسمه خطه فلما تيجي تتكلم مع حد في المنطق السوق بقى اسمها خطه فبس احنا بنعمل الحته دي ليس اكثر. أول سؤال يا إخواننا اسأله في خطأ بيقع في كتير من الناس اللي بيعملوا عروض أثناء
هناك عشان تروح تخطب خطبه الجمعه عن ايه عن الغيبه حاضر ويقعد بقى ايه قصه ناعس وقصه ثاني وقصه وراح اول حاجه قبل العرض 10 اسئله 10 حاجات اول حاجه اعرف الظروف الغاز دي العناصر الجيده اللي احنا قلنا اللي احنا عملنا بيها الاسبوع اول حاجه يا اخوانا اعملها احدد الهدف اول حاجه هو الهدف من المحاضره بتاعت الدستور ده ايه ضرب شبهات ولا تعريف ولا توعيه ولا حد ولا تهدير وتكذيب الاسمرة ولا حشد الناس بنعم او بلاس ولا ايه بالظبط دي لازم تحط هدف دي نمره واحد احط هدف للعرض ما يبقاش كلام وخلاص هدف الهدف يبقى واضح هنشوف التحديده دي بقى نمره 2 العرض تكرمت وتو اعرف الجمهور اسال الراجل اللي قايل لي طبعا اللي قايل لي روح من الخطبه مين اللي هيحضر دي بقى ميزه مش موجوده في خطبه الجمعه الا جغرافيا فقط انا رايح اتكلم في مسجد الكوثر غير لما اتكلم في عزبه النصر اللي جنبينا غير لما اروح بطن البحر اللي في مصر القديمه غير لما اروح الحي السابع غير لما اروح مساكن شيراتون غير لما اروح الشرقيه غير لما اروح الصعيد ده الحاجه الوحيده اللي ممكن في خطبه الجمعه اعرف اطلب بيها الجمهور بتاعي غير كده ما اعرفش عكس المحاضره حضرتك الواجب عليك في المحاضره هي مش خطبه ما تقراش بقى كده بسم الله وهنقول وهنحكي كلام جميل جدا لا تسال شويه اسئله هنشوفهم برده دلوقتي يبقى اول حاجه تحديد الهدف نمرة 2 نمرة 3 احدد نمط العرض هنشوف كل ده تفصيل حالي 4 اعداد المحتوى دي بقى الغلطه اللي بيقع فيها كتير قوي الناس اللي بيحاضروا محاضرات اول ما تقول له حاضر يجيب ورقه وقلم هتحدث فيه بقى في كذا وكذا ويجيب الاول التعريفات ثم المصطلحات ثم كذا ايه يا عم انت كده بدات في رقم كام رقم 4 دي رقم 4 شوف معايا الرقم ودي السهل في الموضوع ده احنا بنبدا من عندك ده في كام خطوه قبلها ثلاث خطوات نمرة 5 الممارسة والتمرين أظن مش هنتكلم فيها محاضرات خالص نمرة 6 نوري اتكلم يا فندم يا نهار أبيض معانا ما شاء الله 26 متحدث في هذا الموضوع نمرة النظر المؤثر اللي حضرتك مش المؤثر بالرثاء والناس تصعب عليها لا المؤثر تكتب إن أنا فعلا أشوف رؤية هيبة بمنظر بشياكة يعني نتكلم بعد كده فحص الإعدادات كل ده قبل ما إيه؟ أنا لسه ما اتكلمتش. نمرة 8 المطابرة الحرة. نمرة 9 الاسترخاء والبدء في الميعاد. نمرة 10 ودي شغالة دي. نمسك واحدة واحدة. ما انا يا فندم ده بقى أثناء المحاضرة. لكن احنا كل لسه أنا لسه ما جيتلكمش. أنا لسه ما وقفتش هنا ولعبت البروجيكت. أربعة عندك يا أستاذ؟ نعم بس. مش بناقش أصلا. نعم. 9 الاسترخاء والبدء في الميعاد. نمسك أول خمسة 10 وأنا أقول مش هنقولها دلوقتي أول حاجة يا إخوانا أول حاجة تحديد الهدف طبعا سهل أوي أحدد هدف خطبة سهل أوي أحدد هدف درس بس لما أجي أحدد هدف محاضرة لازم أتابع شوية حاجات من ضمن الحاجات إن أنا رايح للجمهور ما أعرفوش طب يا إخوانا تحبوا تسمعوا إيه ونكتب كده على البورد مشاكل حضراتكم ونبتدي نفوكس على واحدة منهم وأحد الطرق اللي إحنا نحط هدف لو كان هي سلسله دي عملناها هي مع بعض الاخوان حضرت محاضره بعد ما خلصت فرحنا جايبين بقى الجمهور بتاعنا ان انا اول مره اشوفها في حياتي وقلت لهم انتوا ايه المشاكل بتاعتكم في اخر اول محاضره وبعد ما طلعوا مشاكلهم جبنا اكتر مشكله هم بيعانوا منها ودي تبقى عنوان مين؟ المحاضره اللي جايه تمام؟ فحضرتك ده طريقه من الطرق بس الطريقه الجميله قوي الطريقه اللطيفه قوي اسمها ايه؟ A B C D A B C D ايه اودينس الاودينس بتوعك اول حاجه يا اخوانا اخونا سامح لما اتصل بيا وقال لي عايز انت محاضرات قلت له لمين قال لي اخوانا بتوع المعهد الكوثر طب سنهم قد ايه دردشت معاه شويه اسئله عشان احط هدف لمين للمحاضره يبقى اول حاجه تعرف انت هتعتبر المحاضره لمين باختلاف الاودينس يختلف الايه الهدف ما المحتوى يتبع الهدف فاول الهدف اول ما يختلف امتى مع يعني لما اجي النهارده اتكلم المحاضره دي مع حد غير حضراتكم غير الناس الخطبة هسميها ايه؟ فن الالقاء والعرض هسميها ايه؟ الناس تبقى زي الفل. الجمهور بتاع حضرتك. لكن بالنسبه لحضراتكم لا الموضوع مختلف. احنا هنتكلم ازاي نعمل محاضره. طيب حضرتك عملت خطب كتير لكن المحاضرات
قد تكون دي مساحه تقدر نستفيد بيها مع بعض اللي هو الجمهور البودكاست. نمره 2 البيهافير. البيهافير سلوك. انا عايز اغير في حضرتك ايه؟ انا جاي المحاضره دي ليه؟ كل واحد فينا يا اخوان رايح يدي محاضره بيبقى في كده هدف في دماغه، انا عايز اغير في الناس السلوك الفلاني، انا عايز اغير في الناس اللي رايح لها سلوك عدم الالتزام بالميعاد بتاع المحاضره وتعمل ايه؟ تعاد تخط الميعاد. انا عايز اغير السلوك ده، عايز اغير سلوك ان حضرتك يعني ايه تتشعب بالحديث من غير جدول. ده سلوك عايز اغير في حضرتك. انا شخصيا النهارده لو حبيت اطبق الكلام دوت، لو حبيت اطبق الكلام ده انا محتاج سلوك اللي انا جاي فعلا اغيره النهارده، هو اكيد ممكن يكون اتغير، الا وهو ايه؟ الاعداد للمحاضره. عايز اغير عند حضرتك معنى ايه المعنى دوت؟ ان انا بتكلم في محاضره مش في خطبه. ده الهدف اللي انا جاي من بيتي وحاطه في دماغي. الهدف ده جاي منين؟ من السلوك اللي انا عايز اغيره، اللي هو الاعداد للمحاضره وليس للخطبه. ويمكن اول ما ابتدينا اخونا سامح بيقول هو الحته دي عمري ما عملتها في خطبه، يبقى كويس انا ابتديت كده ايه؟ احس ان انا بحط ايديا في حته صح. عمرك ما عملتها هنعملها بقى النهارده. لكن لو جيت حضرتك انا بعملها انا كده زي ما بيقولوا ايه؟ اطبل فين؟ اطبل. الناس صحي خلاص في رمضان انا بس هنايم خلاص احنا فينا يا ريس. ما الا بقى من باب ذكر فانا ذكر ذكر كلام جميل لكن مش عايز اطبل. في حدائق المعادي وهتلاقي الناس القريبين من الحزب هم اللي هيحضروا المحاضره، يبقى كده عرفت منين الجمهور بتاعي. طب ايه السلوك اللي هغيره فيهم؟ لسه اقول لهم بقى روحوا قولوا نعم الناس دي جاهزه، لا عايزين بقى ناثر في الاخرين، نحاول نحشد الناس. يبقى كده الايه؟ السلوك اللي انا عايز اغيره، عايز اغير من السلوك انت وحدك لسلوك ايه؟ انت والاخرين تيجوا مع بعض. لكن لما يقولوا لي الجمهور بتاعك ناس بتوع الشارع، يبقى انا كده هدفي ايه هو؟ اعرف سلوكك. ان السلوك اللي انا عايز اغيره ايه هو؟ السلوك اللي انا عايز اغيره بدل ما تروح تقول نعم لا، اقرا وروح قول اللي انت عايزه. يعني شوف حضرتك حتى المفردات اللي هستخدمها مع الجمهور الاولاني غير مين؟ الجمهور الثاني، لان السلوك اللي انا عايز اغيره هنا غير السلوك اللي انا عايز اغيره هنا. الكونديشن بقى احنا هنروح هنقعد في مكان واحد وهنقعد فين؟ وهنقعد قد ايه؟ والناس اللي هتبقى موجوده موجوده قد ايه؟ هل هي محاضره جاي لي 300 واحد هتبقى محاضره وان واي كده واقعد اتكلم، ولا هي هتبقى كل واحده من دول حاله المخاطبين؟ نعم حاله المخاطبين ده يعتبر كونديشن، مكان المخاطبين يعتبر كونديشن، ظروف الظروف اللي انا رايح حد في وقت المحاضره يعتبر كونديشن. ممكن نقول احنا هتروح تقعد مع الناس على القهوه، اه ده كده الهدف ممكن تبقى ايه؟ يعني مختلف تماما كده، مفيش اير كونديشن. لا انت كده خلاص انت كده كله بقى تفاح وحاجات مش كويسه. اخر حاجه يا اخوانا التجري، ودي نقطه مهمه جدا. انا عايز الناس توصل معايا في تعبير ده قد ايه. ما ينفعش خالص ابقى بضحك على حضرتك. احنا يا اخوانا النهارده في مجال التعبير دول هنبقى مدربين محترفين، مش انت تكون مستهبل. انا يكفيني ان حضرتك تخرج من القعده الجميله دي ان هناك فرق جوهري ما بين الخطبه والمحاضره، والمحاضره عايزه 10 حاجات. لو انا خلصت ال 10 حاجات انا كده وصلت للمستهدف بتاعي، اروح وانا كده ايه؟ قرير العين انام وانا مرتاح. ليه؟ عملت الديجري اللي انا عايز اوصل لها. الديجري او درجه التاثير او درجه التغيير يتحكم فيها الباك جراوند بتاعت الناس واللي انت محضره والوقت بتاع التحضير وحاجات كتير قوي 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 قوي. يبقى ده حضرتك اول حاجه اعمل ايه يا اخوانا؟ انا فين دلوقتي؟ انا فين؟ اول واحده نمره واحد تحديد الهدف. طرق كتير من ضمنها اي بي سي. الاي بي سي حاجه بطريقه جميله، يعني لما تيجي بتعملها بتثبت لك المنتهي ثبت على الدراسه. لما كده يعني في ناس يا اخواننا سبحان الله ربنا مديها ملكه تقول له هتتكلم في كذا في الحته الفلانيه يقول لك الوان الموضوع كذا وتلاقيه صار. دي مهاره. لكن في ناس بتبقى محتافه يعني متحيره انا هبدا ازاي؟ هبدا اي بي سي على طول. مين الجمهور؟ ايه السلوك؟ يعني نعمل الموضوع ده فين وازاي وامتى ومع مين؟ نمره 4 هنوصل معاهم لفين؟ حتى لما اخونا سامح اتصل بيا، انا واخد المثال ده عشان اقرب مثال ليا، لما اخونا سامح اتصل بيا انت عايز توصل لاخواننا دول لغايه فين؟
احنا هنتكلم في الكوميونيكيشن. اني كوميونيكيشن سؤال، هل في الشغل ولا في الشارع؟ قال لي في الشارع، قلت له اه. ده حتى حد من غيره يقول لي عايزك تعمل محاضره في الاقناع، قلت له لا كده وقف. الاقناع ده محتاج حاجات انا ما بديهاش، انا بدي ازاي اتعامل مع الاخرين عموما عشان تقنعه، ده موضوع تاني. طب عشان تقنعه لغايه اني حد وهكذا، يبقى لازم الاي بي سي تعملها اول ما اعمل ايه؟ اللي هو السلوك، انت عايز تعدل ايه؟ انت رايح عشان تعمل لهم ايه؟ تعديله اه. يعني حضرتك احنا هنا عايزين نعدل سلوك يسمى ايه؟ هناك فرق بين المحاضره والخطبه. انا عايز اعمل سلوك خايف احضر محاضره مش خايف احضر خطبه. فهحضر خطبه اظن اللي هي سهله شويه، تروح ضارب عنوان فوق كده وتعمل ايه بعد كده؟ وجيت بقى امهات الكتب تدخل على تقرا العنصرين تحت، قلت كذا كذا تلاقي التخريج بالاحاديث بالقصص بالروايات، ممكن تروح داخل كده على موقع مش عارف ايه تلاقي الكتب مكتوبه ومفرقه وحاجه يعني ايه 5 ستار تيك اواي، تاخد الكتب وتروح تعمل ايه؟ تدريبر عن بيسموها دريبر بالمناسبه، لما تقف على الكتب بتسموها دريبر، هتشوف اللي هو انت بتوصل المعلومه للناس. يبقى اول حاجه بعمل ايه؟ بقدم 10 حاجات حد هذا نمره 2 يعرف جمهورك، تعرف جمهورك ده ايه؟ قبل المحاضرة يبقى جميل أوي. نعرف بقى عدد الناس اللي هنروح نعمل لهم المحاضرة. نمرة 2 المراحل السنية. اوعى حضرتك واحد يقول لك عايزين نعمل خطبة، لا مش خطبة بقى، عايزين نعمل درس، عايزين نعمل محاضرة، تمام روح رايح بنفس المحتوى اللي حضرتك محضره. لا، المحتوى اللي بيتحضر لثلاثة غير اللي بيتحضر 5 اللي بيتحط ل 10 غير ال 50 الا لما تكونوا في ميدان التحرير. كل عدد ماله؟ له احتياجات وليه الهدف بتاعه وليه التحرير بتاعه. نمره 2 المراحل السنيه. الناس دي قد ايه؟ كبار ولا صغيرين؟ طبعا الجنس بتاعهم يختلف، هم نساء ولا رجال؟ سنهم الفوارق في السن. ساعات حد يقول لنا تعالى اعمل محاضره ويقول احنا عايزين نعمل مثلا ايه؟ المحاضره دي نعيدها مرتين. اقول له حط لي المراحل اللي مع بعض اللي اتبعت مع بعض، ممكن اقول له خليهم ميكس. امتى اقول له كده وامتى اقول له كده؟ حسيت الموضوع انا عايز موضوع اجيال تشرب من بعضها، فاقول له لا ما تديش العواطيس مع بعض والشباب مع بعض، اعملهم ميكس اقسمهم حتتين. ساعات يقول لي لا، انا اقول له لا اصبر بقى، لا جيب لي الناس اللي هم تحت سن تحت سن كذا لوحدهم، لان ممكن حاجات دي تتقال دول بطريقه غير تتقال دول بطريقه. نمره 3 الخلفيه التعليميه. الناس اللي هتجيبوا المحاضرة دول ايه الباك جراوند بتاعتهم؟ ايه التعليم؟ هل هم فني ولا هم شرعي ولا هم ايه بالظبط؟ واظن ان الخلفية التعليمية مع حضراتكم خليتني اقلب المحاضرة من اولها لاخرها. مش هينفع اقول ازاي تعمل خطة؟ اتكلم في ايه؟ مش هينفع استشهد، انا ما ينفعش هنا في المحاضرة بتاعتك استشهد بآيات قرآنية وأحاديث، لأن حضرتك ايه؟ أنت مشبع بيها، ممكن نجيب أي استشهادات من حتت تانية و و و. الحاجة اللي بعد كده الكالتشر. الثقافة بتاعتهم. الناس دي الثقافة والبيئة اللي هم جايين منها شكلها عامل ازاي؟ عشان اقدر ان انا اورد لهم الحديث. طبعا الشاهد على ذلك اللهم صل على مين؟ على أجدع نبي. مثال الأستاذ أكرم بيها ذكر أيام الإمام البنا لما الراجل راح يعني راح بلاقته فافتوى فقال له يعني ايه؟ كلمهم على ركان. وعلى أفروكان يعني أنت إيه يعني هل تستطيع أن تبلغه إيه؟ أقوله طبعا الحتة دي مهمة قوي في التحضير، إن المحتوى نفسه هيختلف حسب إيه؟ حاجة تخنين الاحتياجات. نتكلم على موضوع الدستور. طيب الناس اللي عندك دول محتاجين اتكلمهم على ايه؟ هل محتاج تكلمهم على اهمية اللي احنا نقول نعم او لا؟ على تكلمهم. يعني انا لسه بكلم واحد امبارح فبيقول لي بص سيبك بقى من اللي بيقرا ده كله، انا كراجل عادي ماليش الا في شغلي انا اقرا من الدستور اللي هو الواي فاي بتاع اقرا من الدستور ايه حقوقي؟ تقول لي بقى يا عيني الرئيس بعد 60 سنه بس انا ماليش فيه بقى، يعني ده اهل السياسه يشتغلوا، لكن انا يهمني حقوقي ماي رايت الدستور حقوقي ايه هي؟ واقرا الكلام ده انا لقيتها كويسه فخلاص يبقى انا اقول نعم. فالقصه ايه؟ احتياجات الراجل دي. فحضرتك رايح حته شعبيه قلت لهم في ايه؟ قلت لهم ان قهرنا عبود من الاستبداد والديكتاتورية يا ريس. وضعنا أليات لتداول الدين. لا أنا في الآخر من قرش تمام كان 5 مليون قرش بقى بنقعد نحل لي القصة دي. فبالتالي الاحتياجات بتاعته اللي احنا تقريبا في الاتجاه ولا 77 اه 11 اف ام 11 اف ام. انا ليه في الموضوع دوت؟
بعد كده بتشوف توقعاتكم. ده اول درس خدناه مع بعض، احنا عملناه عملي. حاجه متوقع تسمع ايه جاي تسمع ايه؟ طبعا دي بتعمل لك نوع من انواع الرياحيه اثناء المحاضره، ان انا كده ظبطت الناس كلها نسمع كذا. مش ممكن تدي احيانا انطباع ان ما تدي الانطباع ده، بس ممكن تكون الظرف هو اللي خلى الموضوع بالمنظر ده. اقول لي ازاي حضرتك في حاجات بتبقى بري ديفاين ازاي؟ انا قعدت مثلا بتاع 10 12 سنه ادرس الباكج بتاعت مايكروسوفت ماشي، ويندوز مش عارف ايه وحاجات كتير كده. فكل واحد داخل انا عارف انا اقول له ايه، بس كده بس ما عليك منكم. لا واحد من اول محاضره هناخد السكرين سيفر واسم يجري على الشاشه. الكلام ده من زمان بقى، مثلا في ايه انا اقول في نص التسعينات. التوقعات خاصه بمين؟ التوقعات اللي ممكن يحصل توقعاتي. لا 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 بحضرتك، توقعاتك انت. توقعاتك حضرتك، احنا النهارده جايين نتكلم على الاقتصاد، تتوقع تسمع ايه؟ اتوقع تسمع ايه دي؟ انا بسالك توقعات الجمهور. الجمهور لا، الجمهور انت متوقع تسمع ايه؟ لان ممكن يا اخوانا يكون الموضوع متشعب. يعني ارجع للمثال بتاع موضوع الكمبيوتر، كان في حاجات محدده بنقولها، لكن في واحد هو هدفه عايز يشوف اسمه يجري على الشاشه. لو سمحت، طب اذا كان الجمهور اصلا ما يعرفش الموضوع، يعني مثلا انا ناس جمعوا لي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن جميل الشارع من الحاره، بيجيلهم في انتخابات مثلا او بيجيلهم في اي ظرف من الظروف، هو جاي اصلا مش عارف انا عامل له بقى سيتك اكسبكتيشن. انا اللي اظبطه منه ازاي؟ ان انا حضرتك لما اقعد مع حد هو متوقع هتكلمه في اكس واي وزد. المحاضره على الجزء ده ما كنتش تكلمه في مين؟ في اكس واي وزد. كان حضرتك كده واحد عزم حضرتك في مطعم وراح تعالى يا ابني قال لي الباشمهندس شيش طاووق. بص بقى شيش طاووق ده اخ احمد مالوش حل، شيش طاووق ده اخ احمد ما تاخدش معاه سيشن. تقول له ما انا بحب الكلام انا مش راجل. فبالتالي حضرتك لو ما كانش الراجل اللي هو انت جايبه في المحاضره هيسمع اللي عايز يسمعه، طبعا مش هيسمع عايز يسمعه ومش عارف كده. لا هو جاي والله انا بيقولوا لي بتكلم في الدستور، فانا ايه اللي انا عايز اعرفه في الدستور؟ انا ممكن يكون حاجات انا عارفها وفي حاجات انا عايز اعرفها، فهي ده توقعات. بظبط توقعات عشان يبقى قاعد كده طول المحاضره. ده في ناس ممكن تقعد مره قابلت بنت في المحاضره بعد ما خلصت اول اربع ساعات في المحاضره تقول لي طب احنا هناخد الجرافس ايه؟ جرافس ايه يا ماما؟ تقول لي دي بيعملوا بيها رسومات ولا ده احنا زد اوريكل، حاجه ثانيه خالص غير اللي انت فاكرها. قالت لك بتاع السيلز اللي عندكم قال احنا هنرسم حاجات وحاجات تجري على الشاشه. فطبعا هنا ده مثال امين واقعي. فبالتالي لما كناش نظبط الاكسبكتيشن ديت بتلاقي الناس قاعده. نعم الارضيه المشتركه بيننا وبين اسمها كده، بس الارضيه المشتركه في روح في دور انت جاي اساسا تقول ايه؟ موضوع احنا هنتكلم في موضوع من هو من هو لان تعالى حضرتك مسكت تكلموا فيها اخوانا نتكلم في المايند مابينج. انا كان جاي اقول لكم في الدستور تقول لي مايند مابينج القرارات الذهنيه، لا ده مش موضوع فاحنا مش هنشط قوي كده. انا هتكلم في الدستور تحبوا تسمعوا قوي طبعا تحبوا تسمعوا ايه ممكن محدش يستسلم، فبندورها في اسلوب ثاني. ايه مشاكلكم مع الموضوع الفلاني؟ نعم يوم وقت الجامعة. الجامعة بتخليك من نعم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحن نتقي ويسلم ان الله على دعاء المسلمين. هذه مبشرات التركيب. لا تحسبن المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعن الصوت. فيا ما حدش فكر الدنيا سهله وسلسه ولا يعني اذا بشايفين المخاض بتاع يعني الدستور يعني واحد يحاول يقلل صلاحياته 60% عن الرئيس السابق من الدستور. عدم وجود دستور، عدم وجود مجلس الشعب بيديله سلطه ضخمه جدا. يقول لك انا عايز اعمل دستور عشان وزاره البلد تشتغل في موجوده. يعني السلطات دي لما تيجي او المؤسسات دي لما تيجي هتاخد من صلاحياتها. يقول لك ده دكتاتور. وهم عارفين كويس ان قرار التحصين السابق كان قرار تحصين مؤسسات الدوله مش قرارات شخصيه او قرارات الاداريه العاديه. لكن لا عقل ولا دين ولا خلق ولا شيء ولا يثني على هذه الخطوات الا اسرائيل وعداء الله سبحانه وتعالى والله خلفاء المعلم. فاحنا امام ابتلاء شديد من بلد محتاجه في اعداد يعني تم اعدادها كده على نار هاديه زي ما بقول او على نور يعني قوي. ولا أمان إن شاء الله إحنا نتهم إن شاء الله يكون معنا. لعل دولات دي برضو يعني حملنا المشروع في الداخل إن هو لعل الوقت القليل اللي موجودين معاكم يكون أفضل بكثير إن إحنا الناس مش مشغولين بالقضايا في الداخل والخارج وقاعدين معاكم ما تلاقوش عندنا حل ولا تلاقوا عندنا خبرة ولا تلاقوا عندنا. وفي كثير جدا من أساتذتنا يعني الكتب والعلم عندهم يصروا علمهم كده لكن هم اول اعمده الانظمه الدكتاتوريه واول من سكت واكثر من سكت على السادة والدكتاتوريه. وهم يعني لم يذكروا يوم فلسطين في خطبه حتى بدعاء مش بدعاء 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 حتى مش اللي هو يعني تحلة القسر زي ما بيقول يعني او الاخ باقل ما قيل كان يكون اصوليون. مفيش خالص يعني يقراوا كتب وعلم يعني نغني بالصور وكل حاجة إنما يعني بيمارس عمليات إجرام في حق دينه وأمته حق نفسه وحق يعني. فلعل القليل اللي بتاخدوه من أنا يكون يعني إن شاء الله. إن شاء الله. الله أنا جيت يعني بقلب مش ناوي أتكلم أنا كنت جاي أسلم بس خالص يعني. بس أنا مرسلها. عشان حلو بعد حاجة الثانية هو عارف الجمهور عارف عددنا وعارف مراحلنا وعارف
عارف الخلفية الثقافية وعارف الثقافة وعارف الاحتياجات وعارف التوقعات وراح بجاوب على الأسئلة اللي ممكن تتراءى لأي حد مننا. زي ايه؟ تاني حاجة هو قلنا ان هاد التنمية البشرية هي مش علوم تجريبية، يعني خريج علوم، العلوم دي علوم تجريبية، يقول لك هنشوف مثلا معدل مش عارف الميزان ايه فيقول لك يعني التجربة والريتس بتاعتها والأدوات وبعد كده تسوي التجربة التجربة اللي احنا خرجناها لقيناها، لكن العلوم التنموية نشوف أمثلة ونحلل هذه الأمثلة وناخد من هنا القواعد بتاعتنا اللي عديم المهارات يقدروا يستخدموها في مستوى المهارات، يعني حاجة تبقى كده. هنا بنشوف نموذج زي كنا زي دكتور صلاح زي دكتور الفرنساوي زي الناس الناجحة في أي مجال من المجالات وبنحلل الأفعال بتاعتهم وتصار في قواعد وبنبدأ في دورات لما دورات تنمية بشرية. فهو أكيد دكتور صلاح هو عارف الهدف وعارف الجمهور. نمرة ثلاثة حدد النمط. النمط هنا نرجع بقى لكلامنا، في 10 حاجات بتعملها قبل العرض. أول حاجة فيهم تحديد الهدف، نمرة اثنين معرفة الجمهور، نمرة ثلاثة تحديد النمط. احنا هنشتغل ازاي؟ هل هنشتغل محاضرة ولا دورة ولا حلقة نقاشية ولا خطبة ولا ورشة عمل ولا مؤتمر؟ 6 حاجات. وفي حاجات تانية كل واحدة بتختلف عن الأخرى. احنا بنتكلم في تدريب مدربين نمسك واحدة واحدة ونشوف خصائصها ايه. لكن حضرتك لما تيجي تعمل محاضرة كان هدف النهارده المحاضرة اليوم الواحد اللي هي ساعتين ساعة 3 ساعات 4 ساعات، فانت حضرتك بتشوف هتمشي المحاضرة دي ازاي. هل الناس هتقعد وحضرتك تتكلم في 10-15 نقطة ولا حضرتك هتعمل طرح وتبتدي تاخد من الطرح ده وتناقش. وانا حضرت المحاضرة اللي الدكتور عاملاها في 7 هابيتس جامعة عين شمس، المؤتمر فيه ما لا يقل مثلا عن 800 واحد دول في قاعة مؤتمرات طبقتين، احنا مش شايفين الناس اللي فوق والناس اللي فوق مش شايفيننا، وعدد كبير يتراوح السن مثلا من ثالثة إعدادي كان في كنت شايفين ثلاثة أنا كنت واخد ابني معايا، فكان في مثلا والدين زيه ولا أنا ولا ثلاثة لغاية ناس عندها 40-50 سنة. ازاي استطاعت الدكتورة دي ان هي في خلال ساعتين تشرح السيفن هابت اللي ما عملتش حاجة؟ جابت 7 صور كل صورة تعبر عن عدم العادات السبع وتعرض على الداتا شو العددية المبادرة، كلموني عن المبادرة وما اعرفش ازاي الست اللي جابت القوة اللي هي تعمل كنترول على العدد الضخم دوت وتاخد مناقشات عملت حلقة نقاش فيها 800 بني ادم، فهي عارفه هي بتعمل ايه. ده صياغه من صيغ او نمط من انماط العرض. في نمط تاني اللي احنا عاملينه مع بعض اللي هو ميكس، انا جاي اعمل حساب ليها محاضره لكن مش مانع نتكلم شويه نقول ناخد منكم طرح نعمل كوتشينير او نعمل استطلاع راي او نعمل بلاي ان احنا لو مثلا بنتكلم في تيم بيلدينج او عفوا بناء الفرق، انتوا يا اخوانا 5 وقائد فلان وانتوا 5 وقائد فلان، هندوا مهمه لكل فرقه من الفرق واللي ينجز المهمه دي هو الفريق الكسبان. يبقى انت بتحدد قبل ما تروح للناس انت هتمشي المحاضره ازاي. انا النهارده اخترت ان انا امشيها ميكس ازاي، شويه نقلبها نقاش شويه نقلبها يكون في انشطه شويه محاضره وهكذا. الدكتور صلاح لما جه خلاها ايه؟ محاضره وان واي، ما اداش فرصه حد يسال، ان هو بيرمي الطرح وبيرمي مع اجابات الاسئله اللي ممكن تدور في دماغ حضرتك، وفي نفس الوقت ما اداش فرصه للاسئله لان لو فتحنا الاسئله قلبناها النمط تاني. فحضرتك ثالث حاجه بعد الهدف وبعد ما نفس الجمهور شوف انت هتمشي المحاضره دي بانهي نمط. احد المميزات او احد الحاجات اللي احد سمات الخطبه اللي هي نمط واحد فقط. نمط ايه؟ اللي هو الالقاء، انت بتلقي وانتهينا على كده تمام؟ الحاجة الرابعة إعداد المحتوى. إعداد المحتوى ده في شوية نقط بس عايزين نمشي عليها بسرعة شوية. أول حاجة دونت تراي كفر إيفري ثينج، ما تحاولش تغطي كل حاجات الموضوع. على سبيل المثال السلايد زي اللي فاتت دي إحنا ممكن نقعد فيها نص ساعة. إزاي؟ نشرح بقى. محاضرة سمتها كذا والدورة فرقات ونعمل جدول كبير
كتير الفرق بين الست حاجات وميزه كل حاجه وعيب كل حاجه وامتى تستخدم كل حاجه دونت تراي ان انت تكفر كل حاجه وده غلط بيقع في بعض الخطبه اللي هو في الموضوع بتفاصيله تفاصيله دي سيدي الفاضل خدها على ست خطب على ثمان خطب اعملها سلسله بس ما ينفعش تقول لي غزوه بدر وهي غزوه بدر من اولها لاخرها قعد فتره الفاضل كنا في العمره ومسكنا من اول ما طلعنا من مطار جده لغايه ما وصلنا المدينه بيشرح غزوه من الغزوات يا الله عنده علم كثير يعني من الناس اللي يعني اشهد ان انا متاثر بيها جدا وحتى هذه اللحظه ببحث هو فين لما يجي ناحيه الميعاد ورايح اصلي وراه اسهب صب ضخم حقيقه أربع ساعات حضرتك من مكان بجد جاي تروح تروح المدينة في حوالي خمس ساعات هو بيتكلم خمس ساعات وحاجة متجددة مش بيعيد مش طبعا الناس في الأتوبيس لما تصحى بيتكلم نهاية الكلام نفسها أوله طبعا ده مش إيه مش مطلوب فيه أي نوع من أنواع العمر الحاجة الثانية ابدأ بداية قوية بنسميها جريت هوك جريت هوك يعني ايه؟ الدكتور صلاح اول ما نزل 200 مليون مسلم 200 مش عارف ايه دوله وروحنا انت كده بتعمل لك خلاص انت مفيش فرصه ان انت ايه تفكر او ممكن يقول ايه الكلام ده ده انت ليك جريت هوك الجريت هوك ده طبعا هو في الخطبه يتميز دكتور الشيخ محمد حسان بالجريت هوك حقيقه دكتور الشيخ محمد حسان تسمع معاه الخطبه هي من اول طلب تقعد كده ساكت وكتير من اخواننا اللي بيعملوا الخطبه بهذه الصوره هي في نوع تاني بياخدها ايه زي الطياره كده طبعا ده كويس بس الافضل اللي انت تعمل ايه تخفف الزبون يعني تخفف الزبون كده بنسميه تيك جريت هوك يعني ادخل كده بصوا احنا اهو خلصت القصه على كده الحاجه نعم ميك جريت هوك نمره واحد ممكن في المحاضره مش في الخطبه الخطبه ممكن ابدا بدعاء جريت هوك قوي 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 جبت الناس كده بقى اللي لسه صاحي من النوم ونازل يا دوبك بيتداول تدعي كانوا في الدعاء وابتدي بقول له اللي انت عايزه ده جريت هوك مثلا الجريت هوك بقى في المحاضرات ممكن يكون دي مقارنه اول ما تدخل كده تروح رامي مقارنه ممكن بفيديو ممكن بمقدمه ساخنه جدا عن الموضوع ممكن بتشويق سنتحدث عن انا ايه اهم بقى خلاص احنا كده فالجزء هنتحدث عن موضوع كذا 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 في الاتصال جينا حضرتك رحنا جايبين بعد كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده طبعا كلنا اقول لك بقى تعالى الاتصال سبع حتت تات حضرتك ده الجريت هوك الجريت هوك ممكن يكون فيديو ممكن يكون مقارنه حديث الارقام من افضل الجريت هوكس اللي انت ممكن تعملها في شارلي شابلن عمل ايه؟ في سنة 17 كان بياخد 2 مليون دولار وفي سنة 23 كان بياخد 2.5 مليون دولار وخد جائزة اوسكار مرتين سنة 22 سنة 27 خلاص انا كده عملت فلات ايه؟ اكبر حاجة تعملها الارقام الفيديو المقارنة الجرافس التسلسل الزمني اللي انت فاكرها كده ساعات بنعمل حاجة زي كده طوفان المعلومة من دون تفاصيل حضرتك رحت جاي كده حضرتك دكتور صلاح عمل كده دلوقتي قال لك المجلس الاعلى لاوروبا ولا المجلس الاوروبي عمل كذا كذا وفي فرنسا سنه 2000 كنا عملنا كذا وفي سنه 2001 عملنا كذا ورحنا دلوقتي وده احنا بنجوزه ايه ده في ايه في يعني انت ايه خلال ثلاث دقايق ايه اللي حصل لك؟ لازم تقعد كده وتسمع فده اسمه جريت هوك دي انواع الجريت هوك اللي ممكن حد ايه تعمل بعد كده بتبقى المحاضره ماشيه من خمس لسبع يعني من اكس يعني اللي هي المحاور الرئيسيه النقط الرئيسيه المين بوينت بتاعتك سبع ملامح سبع حاجات كتير احنا محاورتنا النهارده فيها كم محور؟ خمس مقدمه اثناء صح؟ بعد اخطاء شائعه خلص واقعد اكررهم لك طول المحاضره واقعد المحاضره مش خطبه والخطبه كذلك من احسن خطب شيخ محمد حسان حقيقه محمد حسان بنتكلم في خمس عناصر اما العنصر الاول العنصر الثاني العنصر الثالث حتى الراجل اللي قاعد عارف ان احنا قربنا ايه نخلص ففوق بقى شويه بقى في غير لما ايه الخطيب قاعد يمشي 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 يا مولانا احنا فين في الاول ولا في الاخر طب اكوع بقى لغايه ما ايه ما اسمع ايه ده يبقى خلاص احنا فانت الراجل ماشي معاك بتسلسل جميل فيبقى من خمس لسبع مرات اكتر من كده اقسمها لحضرتك مش قد مشاكل حدد انا هتكلم في الموضوع الفلاني يا اخوانا مش هكتر من كده انا جاي اتكلم في موضوع كبير قوي وافوكس وهركز على بوينت كذا وبوينت كذا بعد كده كتر قوي بقى قوي مين ينبقى
السنة والمواقف والقصص والمقارنات، مفيش مانع من النكت، مفيش مانع من الفتشات، وكل ما حضرتك كان عندك كمية من الخبرة كل ما هتلاقي الناس متأخرة جدا جدا بالموضوع ده، وممكن تحضره، ويا ريت حضرتك ما تذكرش حاجة وليدة اللحظة. يتصور ده انا مرة كنت مش عارف فين وتلاقي نفسك دخلت في الموضوع جيت لنصه ايه؟ وقفت. مش فاكر. انا مش فاكر انا ما حضرتش. لا المواقف اللي محضرها تذكرها، غير كده ما تذكرهاش. انت هتلاقي نفسك انت جيت في السكة ايه؟ طب كملوا انتوا بقى. لا ما حضرتش. يبقى عليك لازم ان المحضر تقول. الحاجة اللي بعد كده لو حصل ان احنا محتاجين خلفية مختصرة نقولها. بتكون مختصرة. على سبيل المثال ساعة ما اتكلمنا على البودي لانجوج في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت، جبت حضرتك المقارنة ما بين مين ومين؟ بين كينيدي. جو كينيدي وريف ونيكسون، ريتشارد نيكسون. طبعا ممكن بص يا اخوانا بقى، اما جو كينيدي كان بيحط ايده كده وكينيدي، طب مين دول يا ريس بتوع ايه؟ ففي ثلاث اربع سطور بكتب حضرتك ان ده الرئيس رقم 130 رقم 32 سنة 61 وده عمل تساوى. خلاص كده عرفنا الباك جراوند السريعة قوي دي. انا بفوكس على ايه بقى؟ قارن ما بين البودي لانجوج بتاع ده والبودي لانجوج بتاع ده. فايه او لو حضرتك عايز مقدمة يعني خلفية خليها خلفية ايه؟ مختصر. افرض ما تنفعش تختصر محاضرة ثانية، محاضرة الموضوع عن حضرتي. انا ممكن مثلا اجي دلوقتي موضوع البرزنتيشن وكلمك عن بودي لانجوج، ممكن في الصدر كده يعني ايه اخر في يوم اعتني بالبودي لانجوج بس. طبعا لو هو الموضوع ده بس كده ما ينفعش اقول لك احسن بودي لانجوج واروح مدي لك محاضره. لا انا عامل حسابي وده بيبقى ضغط عليا ان انا في خلال خمس دقائق اختصر لك ايه موضوع البودي لانجوج. ما ينفعش يختصر وفي فرصه نخليه محاضره منفصله نخليه محاضره منفصله. والسلام كتير من الخطب يقول لك الخطب يقول لك يعني اعمل سلسله تعريف المحاضره او الخطبه الاولانيه او الدرس الاولاني تعريف يعرف المصطلحات ويبتدي بقى ايه ناخد السلسله واحده واحده. هو احيانا الخطيب او يعني يقول السلسله ناجحه يجي في الخطبه الثانيه يختصر لك ايه المعارف دي كلها. التعريف دي ده اللي انا قصدي عليه ان حضرتك بتبعت خلفيه مختصره الا لما ايه بتبقى. اخر حاجه زي ما بدات ببلنت هوك تعمل ايه نهاية قوية لأنه غالبا التأثير بيأتي من في المقدمة وفي النهاية. اللي في الوسط كله دي مبادئ أنت إيه؟ في ناس دلوقتي ما عرفتش تسخن الناس تسخن الناس طول القعدة. لا هتلاقي نفسك أنت كده الناس إيه؟ خطبة واتنين أو محاضرة واتنين أنت كده يعني لا إحنا عايزين برضه إيه؟ نسخن شوية وناخد معلومات، نضحك شوية وناخد معلومات، وإحنا خارجين يبقى إحنا خارجين هنعرف النهاية بشكل عام إزاي. طيب. طور نهاية قوية. بعد كده الممارسة، الممارسة والتدريب ان حضرتك تعمل الخطبة او تعمل الدرس خمس ست مرات قبل ما تروح للناس في العربية في المواصلات، تجيب اخواتك وتقعدهم وتكلمهم. مفيش اخوات جيب حضرتك الانتريه شيل الشيلة وتحطها كده وقف يجيب المساعدين بتوعه يقعدوا انهم ايه دول الاودينس او دول الناس المشاركين في الندوه ويقعد بقى يتكلم بصوت عالي ويقول انا هقول كذا. طبعا بعد فتره من الممارسه ممكن حاجه تتلاشى ده يعني حاجه او طب بعد فتره انت مش محتاج بس يبقى انت عارف دواك. انا عارف انا بشتغل ازاي، انا بشتغل بشويه نقط وبتاع خلاص ربنا يفتحها لي بقى لما اروح اتكلم اعرف اتكلم ازاي. بعد كده المظهر المؤثر، مظهر مؤثر ده مهم جدا جدا يا اخوانا. حتى لو رايح لحد عارفك والدنيا منا فينا ورايحين في الاخوان نقول لهم مش عارف اي حد طالما هتقف وعيون الناس على حضرتك لابد ان انت تكون يعني بيسموه كده بالمثل الامريكاني دريس تو امبريس. سموها كده دريس تو دريس يعني ايه؟ امبريس يعني ايه؟ تؤثر. فدريس تو امبريس. طبعا لو حضرتك لو محاضره طبعا يعني يكفي
انا شخصيا من الكلام ده احنا عارفينه ودارسينه والليله دي كلها. لما اروح مسجد وبص الاقي الخطيب مش لابس طاقيه انا ما بتخيفش منه بغض النظر عن اللي قال. ما اعرفش يعني شوف هو انا بقول لك اعمل ده موجود صحيح كده احساس بلاقي واحد لابس كده بتنعم. انا بس الطاقيه لما جيت لا صحيح هي فينا فعلا يا اخوانا كده في حد من الناس اخواتنا بيقول كلام جامد جدا بس مره لقيته رايح بعبايه نص كم لا نفر ما ينفعش. كان النبي صلى الله عليه وسلم له حله يجب ايه يقابل بها ويقابل بها ايه الوفود. يعني هو الوقت ده واحد جاي عشان دين وعشان اسلام وعشان رب وعشان جنه وعشان لا الناس اصلا يعني بيدرس يلبس حله يقابل بها الايه فارد دي عملت مهمه جدا بالنسبه لنا. احنا في القانون الناس في الخطابه يعني في الكليه المصر يعني 10% من طول الخطبه دي حقيقه الداخل فوق دي حقيقه. تخيل حضرتك كده يعني ان ان ما انا بقول حاجه يعني الراجل شكله ادهري بس كده ده لوحده طبعا بقى يشمل الخطابه الحاجات بقى. لو انت مش رايح مش بتكلم على درس تروح تنمية الحذاء كوي البدلة يمسك الفطر مش لازم المنظر دوت لكن تروح بحاجة مهندمة. يعني حضرتك تروح ما تروحش من الشغل على المحاضرة كتر خيرك وزي الفل بس استسمحك احنا جايين نتفرج عليك قبل ما جايين نكون نسمعك. وايه يا اخوانا متأسف لو المحاضرة فيها نساء المحاضرة عامة خد بالك مش شياكة ومش شياكة انا بتكلم كلام علمي. النساء طبيعتهن انهن ياخذن بلهن النساء بياخذوا بالهم جدا 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 من بيوتو لانجوش بطريقه غير طبيعيه. عشان كده مش واحد يعرف يضحك على مراته دي حقيقه حقيقه علميه حقيقه علميه. انت بتتكلم على الجزء القاضي وشك وانت بتضحك بتقول لك انت بتضحك بنص نفس انت رايحين عند بابا وانت مش مبسوط يا ست ملاحيه زي الكل. لا ما تضحكش احنا كان الكلام ما نعرفش ناخد بالنا من الكلام ده. الستات بتاخد بالها من كثره الفيور بتاعه القميص عامله ازاي. الراجل ده منظم مش نظم ده كلام علمي يا اخوانا ده كلام علمي. ارجع للكتب بتاعت البودي لانجوج هتقول لك كده ان الفيميلز بياخدوا بالهم النساء بياخدوا بالهم جدا من تفاصيل احنا ما بنلاحظها احنا كرجاله في المقابل لينا. فخد بالك من الحته دي. هو يعني طبيعي النساء بيهتم بالتفاصيل الدقيقه الحقيقه بينما الرجل بيبقى نظره اموياليه ودي حقيقه في انت نظرتك بتتكلم مستقيمه هي نظرتها يضاف الى ذلك بقى يضاف الى ذلك تفكيرهم والاتنشن بتاعهم واهتمامهم واللي هي بتربط حاجه معينه بتربط ممتاز. احنا شفنا في البودي لانجوج فيها كام حاجه يا اخوانا شفنا في البودي لانجوج الايماءات الوقت والوقفه والتعبير الوش والابتسامه والعين ومعاها حاجتين الناس تعتقد ان هم مش في البودي لانجوج ايه هم الملبس المصافحه طبعا دي احد انواع الايماءات والبروكسيميتي او المساحه الشخصيه. ان حضرتك لو انا في محاضره وقاعد رايح جنب ده شويه رايح جنب ده شويه رايح جنب ده شويه لو ما كانش العلاقه اللي وجدت بيننا تسمح بذلك دي بودي لانجوج ممكن ينفر او يستجيب ليه. وكذلك المظهر من البودي لانجوج هو اسمها كده بتقول ان المظهر نفسه احد حاجات البودي لانجوج مش البودي معناه اللي في الجسم بس لكن ليه او مش بودي لانجوج بقى عشان بيبقى اللفظ صحيح نان فيربال الحاجات اللي غير منطوقه. يعني حضرتك انا داخل عليك انا ببيع لك كمبيوترات وداخل بدلة وخطة ومش عارف ايه والفايبر كبير ومش عارف الكلاس كبير واقول لك الناس اللي دوت مش غير لما اروح لحضرتك ايه لابس كوتشي وجينز ومش عارف ايه وباشا من 12 ده ما ياخدش ما يجيبش نفسي ايه ماشي يا فندم اتفضل. كان في فيديو على اليوتيوب كان الدكتور بيتكلم يعني متخصص بيتكلم في جزء من البطل عندي مش بيتكلم عن القدمين. نعم. فذكر جورج بوش الاب وكلينتون جورج بوش الاب. فقال ان لوحظ ان زوجة جورج بوش الاب كانت لما بتقف وهو بيلقي الخطاب من الخطابات بتاعته كانت بتقف ورجليها الاثنين مش موجهين لشخصه. ايوه نعم. يعني وشها بس اللي هو بس رجليها
تاني. مكان تاني. نعم. وبيل كلينتون كانت زوجة دكتورة في الاتجاه الاثنين في اتجاهه، وبوش الابن كانت زوجته قدم متجهة نحو قدم، فكانوا بيفسروا فيها بيقولوا ان توجه القدمين ناحية الزوج دليل على العلاقة القوية بينهم. نعم. لان الجسم كله ناحيته. نعم. قدم واحدة وقدم بعيد ده عقد في في في, في حاجة مش صح بعيد عنه خالص. نعم. تكره. وده يا اخوانا ان بصوا كده سريعا، بص على الاجانب لما يكون في حديث وكذا واحد واقفين واحدهم بيتكلم كلهم بيعملوا ايه؟ بيبصوا له. وبص يعني لما تروح وتشوف اي حوار بيكون الرئيس الامريكي او حد اجنبي واقف وزوجته ورئيس الوزراء هتلاقيهم كلهم واقفين باصين له يعني انتباه. ده صحيح. من الحاجات اللي ممكن حضرتك ما تاخدش بالك وانت بتعمل المحاضره، يا اخوانا مناقشات اتفضلوا وحضرتك بتكلمني صح مظبوط يا فندم صح ولا قاعد بطاطا في صوابعي انا كده مش صح ما سامعك انا صح سامع غلب يعني لان قالوا لي ايه اسمع لا لكن حضرتك لا خد بالك من الحاجات الصغيره دي تؤثر في تاثيرك على الراجل في المحاضره. طيب ده المحاضره رقم نمره 7. حد يقدر يقول لنا 6؟ نظر المؤثر اول واحده الدنيا يعني انت تروح بقى كده صلي ركعتين في المحراب انت نوز تروح قايم كده وطالع على المنبر طبعا كل حاجه ده كله حط لك كوبايه ميه ما شاء الله الخطبه وتنزل من الخطبه صحيح المحاضره غير المحاضره مش كده خالص المحاضره حضرتك مره واحد من اخواننا راح كان عاملين له كان في حفله كانت 6 اكتوبر وجايبين بقى المنطقه كلها وناس عموميين وما شاء الله نجحوا اللي هم يفشلوا ايه بتاع مثلا 700 واحد الكلام ده يعني في التسعينات سنات 600 تحشدهم في مركز الشباب ده عمل محترم يعني و 900 واحد جايين والشباب بتوع الكشافه عاملين مجهودهم والباشا راح على الميعاد وخطه كانت حفله جامده جدا الراجل الحفله ساعتين اول نص ساعه واقف هنا واقف في الحته دي رغم ان الستيج او المسرح كويس ده بسبب ايه بقى؟ ان كل حاجه زي الفل بس المايك زي القصير غلطت مين؟ لان انا ما روحتش اتشك على الكلام ده. حاضر معايا مره جامعه القاهره حاضر برزنتيشن ورايح طلبه وكورس واول محاضره كورس زي الفل قوي حاضر كل حاجه جاب تمام حط الفيشه في المشترك ما ينورش اشمعنى؟ لان قال لك الكابل ده بتاع الجماعه بتاع للتجارة انجليش مربوط على كتاب بين السرايات اللي جاي من ابو اتاتا اللي 110 فولت اشرب يا برنس خلاص خلص مادل كده خلاص اول محاضره باظت هنا بقى ستر ربنا لو كان فيه اسمه ايه ده كمبيوتر مظبطينه كان معايا فلاشه ايه رحنا ايه بدانا المحاضره دي مشكله قيس على كده بقى ايه دنيات كتير بقى يبقى على كده اول قبل المحاضره عكس الكتب دي نص ساعه تروح تشغل حاجتك مش تروح تقعد تروح تشغل حاجتك تشغل فيديوهاتك حضرتك بتحصل حركه لطيفه جدا فيديو جبته بقى وبتاع وحاجه زي الفل تفاجئ ان حضرتك ما جبتش الفيديو نفسه جبت الباور بوينت اللي بيتشاور على الفيديو اللي جبت اللينك تدوس مع حضرتك بقى فيديو ما حصلش في الدنيا كلها على التعليقات والتعليقات مهمه قولوا لنا التعليقات دي الكورس ده صدقني يقول قولوا لنا الفيديو ده يلا يا اخوانا ايه سيحت طبعا ايه طبعا انا مكاني اجرب الفيديوهات اجرب الصوت اجرب الدنيا دي كلها. ترتيب الناس مره كنت بعمل محاضره في عاشر رمضان كنا بنعملها في شهر 4 شهر 3 طبعا عاشر ما شاء الله حاجه هو بقى ورحنا بس فضل ربنا رحيم بدري انا واخ اسمه هيف رحنا حوالي مثلا الساعه 4 كانت المحاضره حوالي الساعه 5 ونص كده بعد المغرب او في التوقيت ده فاول ما رحنا لقينا هم حاطين الكراسي والشباب قاعدين زي الفل قلنا لهم لا المحاضره هتبدا الساعه 5 ونص هنصلي المغرب بعد كده دخلنا في الساعة 6 من 6 ل 9 الساعة ده هيبقى المكان ده شكله عامل ازاي؟ رصاص 10 مش هينفع فبالتالي يا ريت يا اخوانا تشيلوا كل الكراسي دي كده ودورنا على حتة في النادي كان نادي الزهور حتة مفتوحة وقعدنا ما بين ايه؟ يعني حتة بحيث لما الليل ينزل علينا والجو يبرد الناس ما يحصلهاش ايه؟ وفعلا
خلصنا المحاضره نص ساعه بدري بسبب ان كان الناس وبفهم المحاضره مش واقف مش شايف مش خلاص ان الجو برد كده رغم ان احنا نقلنا فبالك لما كناش نقلنا طب احنا نقلنا امتى الكلام دوت بتقابل عندنا مساحه من الوقت بالذات تروح المحاضره بالظبط لا دي مش خطبه جمعه المحاضره تروح قبلها بنص ساعه على الاقل وتبتدي تشوف حاجتك انت بقى يعني انا بحب مثلا الحته دي تبقى براحه احنا هنتكلم على التيم بيلدينج عايزينهم يبقوا خمسه مش عارف عايزين نيو شيب حسب ما انت مرتاح تعمل حاجه مهمه قوي يا اخوانا اسمها جغرافيا المكان يعني ايه جغرافيا المكان انا فراق بروح باجي باجي بروح شو لي ده كده وجيب ده كده عشان انا عارف انا بعرف الحته دي تخيل انا رحت المحاضره ولقيت المكان اللي بتقف فيه نتيجه اي حل انت لازم تقف كده وانت متعود طول عمرك تشوح الناحيه دي فهتعمل ايه اتكلم الحته والبشر كده ما خلاص ما انا لكن لما اروح بدري يبقى في فرصه من حاجتين يا اما اعقلم نفسي كده في السريع او انا اعمل ايه اغير جغرافيه المكان دي وكده والاماكن المساعده والبيئه والتهويه والفضاء ده بس حضرتك بس لو في حاجه يعني مثلا زي سلك زي مايك موجود حاجه ابتدى ان انا اوقفه ميعاد ما اخروش ابدا ده انا بتكلم عليه يعني اي حاجه في الوقت ساعه ساعتين وانا فاضل نص ساعه برضه ابدا هو ما اعرفش نفسي يعني انا مره اديت محاضره الكمبيوتر والنور قاطع انا ما اعرفش اديتها ازاي حاجه بس الظلام كنت النور قاطع كنا في شركه وكان اخر محاضره وحفظنا النور ضرب والكفريه والدنيا يعني ضلمه كنا بالنهار طبعا يعمل ايه ولا حاجه رحت جايب ورقه اسري كبيره كده وهناخد المحاضره وخططنا ومش كانت مراجعه بس كانت طبعا محاضره سيئه لكن انا ما ينفعش ما ابداش طبعا حضرتك انا كده بروح بلدي عشان حاجه من هنا اصلح المشكله يعني اتاقلم مع المشكله ديت بالظبط بالظبط اتاقلم معاها ابعد بسرعه ادخل على الـ على الـ على النت واجيب طبعا في نقطه مهمه يا اخوانا حضرتك انت رايح اي محاضره اي محاضره معاك ميدوس فلاشتك مش مجهود لا وفيها كل الشغل كوبي وكوبي 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 ولو امكن ترميها على النت بحيث ديبوزيت يعني عيش الحياه المحاضره دي من اهميه الناس عندي وغلاوه وقتهم عليا لازم ان شاء الله اخد محاضره يبقى معايا فلاش معايا على اللابتوب ومعايا مش عارف ايه تحس يعني بحيث ان انت المحاضره دي ما يحصلش فيها مشكله بس الدنيا مرتبه يبقى احنا عندنا ايه؟ من اول خالص تحديد الهدف تحديد الهدف الجمهور النمط نمط يعني المحتوى المحتوى مؤسسه التمرين بدل مؤسسه أصل ثانية قبل الحرب دكتور الصلاح عملها بدون تعليم دخل عمل فينا هو كده هو جاي قابلنا دكتور الصلاح كده هو ده محاضر هو ده بس حاجه اول حاجه كده احنا ايه العلوي احضان بقى وزبط قالولي قالولي ازاي هو قال لي دكتور صلاح سلام دكتور صلاح لما حصل مرشح نزل اكثر من كام وزاره 8 يا عم اكل طيب تقعد محاضرة حضرتك بتروح أول واحد والناس تيجي تلاقيك واقف يعني تركز قوي في أول سلايد ويا إخوانا اكتب بعد إذنك اكتب 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 لابد لابد أن أتعلم باوربوينت اكتب كده لابد أن أتعلم باوربوينت عشان تعمل بيه بقى كل الإيه الحركات البرزنتيشن دي وهنتكلم البرزنتيشن يعني ممكن يبقى شكلها عامل ازاي على السريع كده. فحضرتك هتروح لريزنتبل تصرف تستحمي وقصي ظوافرك ولابس اللي على الحبل حاطط ريحه حاطط ريحه بس الريحه فيها مشكله يا اخوانا واخد ريحه لا حقيقه ما تحطش برفيوم يعني عادي يا بقى اصنص عادة اصنص عادة ولا جاد يا عم مش عادة ما ينفعش اكون يعني سلاح في حد ممكن الناس تحبك قوي وممكن واحد يبقى ايه كلنا كمان الخمسات اللي كان بيحطها وبين كان بيضرب مش عارف ايه بيفكروا بالماضي كله فطبعا غلط ان انت عارف يبقى ايه يعني ما يرفعش او ممكن ينزلك فاكر لينا في طبعا يا ريت يا اخوانا الزيوت الاسريه اللي احنا بنحطها ونقعد ممكن تبقى ايه فيها مشكله بس اوكي هيقدر طبعا ده من عرفتك الجمهور ممكن تعطر نفسك باللي بيحبوه تضربها مس تضربها الدنيا ماشيه وزي الفل اضرب مس السعوديه المباراه دي ممكن
دينا رأي جدا سكيب هاك هتروح محضر نفسك وحط اللابتوب على أول سلايد أول سلايد للأشياء دي احترافية اسم المحاضرة اسم المحاضرة اللي انت اخترته في ضوء مين؟ الهدف احنا كده بقى خرجنا من الخطبة بقى انت باور بوينت مش مطلع اسم المحاضرة اللي انت مستسقي من هدف وكل اسم الناس واسم يخلي الناس قاعدة كده مبدئيا مش شوائي اللي يتقال جميل؟ بعد كده تختار الألوان المناسبة وتحطها وتحط اسم حضرتك وتحط الجهة مسجد الكوثر كان مش عارف طرح كتير تحط الشعار بتاعهم وبعد كده تروح حاطط اليوم اليوم مش عارف كام ديسمبر سنة كام أول ما أنا كراجل أودينس داخل ولاقي الراجل عامل كده دي مبدئيا كده أنت راجل محترف جاي مهتم جاي لي ده مرة كنا عملنا محاضرة هنا وكان في إدارة الوقت وكنا من ضمن الوقت نكتب الأهداف فكان من ضمن الأهداف حفظ 20 جزء من القرآن فواحد من القاعدين يقول لي وانت عامل دينا قلت له انا عز عليها عزم منكم ودي حقيقه فن طالما اديتني وقتك انا مش عارف منها انت عزيز عليا انت مديني من وقتك فبالتالي لا لازم انا بقى اتعب كمان وادي لك لمسه ايه بتاعتك انت حرص بقى بالامثله الكوبي والبيست حط كده واقول لك ايه اصل الحراره عندي انا مش عارف شكلها كذا ولما تروح سان فرانسيسكو سان فرانسيسكو يا عم كده بتكلمني فين انا قلت له والله ان انا هفتح مركز في اهل الخير في دار السلام يا عم انا لو اشرف كتاب الاسلام يا مال لا يعرفني يبقى كده حضرتك ايه لما تديله اول لقطه كده جامده بتلاقي الراجل ايه جه معاك مجانب بعد كده الابتسام هاك ناس كبيره لازم تبتسم في الشام مش هنتكلم عن ابتسامها وجمالها لان الحمد لله قلنا ايه المصافحه والسلام الطرق اللي احنا قلناها ماشي تستبتسم الناس وترحب بيهم بعد كده تاخد سلوك ايجابي يعني كل بقى حاجه الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتنا نطبقها في اول لحظه من المحاضره لان دي اول ما بتعمل حاجه اسمها فيرست امبريشن الانطباع الاول وعلمونا زمان يقول لك ايه there is no second chance to make first impression مفيش فرصه ثانيه تعمل انطباع اولي يا مرة ده هو اللي بيوصل 70% من انطباع الناس دي طبيعي او ممكن يتغير ممكن يتغير ممكن يتغير بس عقبال ما يغلقكم محاضرة خلصت هو أول انطباع ده هو أهم حاجة في الموضوع مركز قوي في أول ربع ساعة من المحاضرة وما قبلها طبعا حاجة تيجي بدري الناس تدخل تلاقيك بتبتسم راجل شياكة راجل يعني أنت اهتميت بيه فأنا لازم أهتم بيك فهسمع منك فهوصل لك هدفك اللي أنت جاي عشان تمام كده يا أخوانا بعد ده كله بقى ابتدي تسترخي هنبدأ بقى خلاص أهو واستند بقى يبتدي كده تسترخي وتستعين بالله تبدأ في وقتك أجمل حاجة اللي أنت تبدأ في وقتك أخرت دقيقتين ثلاثة مفيش مانع من إن إحنا نأخرنا حتى لو ما اهتمتش العدد طالما ولعت البروجيكتور الداتا شو أنا بدأت ودي حتة إحنا بنلعبها لما يكون الكورس طويل لما يكون الكورسات طويلة بتروح بدري وروح مولع الداتا شو أي حد هيجي أو كنت بعمل ساعات حركة أروح قافل الباب مجرد ما دخلت المعمل يعني كنت في السودان كنت بعمل حركه دي كانوا بيقولوا هم كلهم 8 و10 و8 و5 8 وربع انا كنت كان بيت 8 وربع كنت انا في المعمل جميل اروح داخل ومولع الداتا شو وقافل الباب كده اي واحد اي 8 ودقيقه هيطلع يجرره ويدخل اما فيش حد بس انا كده انا خبطت ودخلت ما يكررش مره ثانيه ويدينك انت انسبكتور الراجل احترامنا ودي بدري فاحنا لازم ننتبه له على الاقل بقيه الايه الفتره دول كم سبب يا اخوانا كم حاجه توكل على الله ودعاء موسى عليه السلام ربي اشرح لي صدري اشرح دي بقى بالليله كلها يعني انت كل اللي كنا بنقوله كوم دي لوحدها كوم ساعات بقى انت محضر ومجهز وعملت كل حاجه في الدنيا ورايح بقى ايه الناس دي هتتفشخ انا هروح فين لكن ممكن بالتجهيزات بسيطه جدا لكن معاك ربك سبحانه وتعالى لان يا اخوانا التاثير لا ياتي الا من هنا يعمل كل حاجه في الدنيا التاثير لا ياتي الا من هنا يعني سبحان الله كلام دكتور صلاح مش عارف يعني ربنا تقبل منا يا اخوانا الراجل ده من ساعه ما كنا في الجامعه 20 سنه هو بيتكلم بنفس الصور ويتكلم دي ما فيهاش برزنتيشن دي فيها ايه؟ ربنا يشرح لنا فده بقى الحاجه العشره هكتب دول 10 حاجات قبل مين يا اخوانا؟ قبل البرزنتيشن انا كده بقت 9 ونص بالاغلب هو فاضل
ما بقى بتدفع وبقى لمينا لان اهم حاجه عندي اهم حاجه اخدها في البرزنتيشن ايه الاعداد اي حاجه ثانيه هوريكم فيديو بسيط وعايزكم بس ايه تعملوا لي عليه ظل على الحاجات دي فيديو محاضره لا طبعا ده اشهر برزنتيشن في العالم حاليا. طب الفيديو ده الغرض منه هتشوف هو مطبق ايه العشر حاجات حلو هنا عصام اوده هسه حلو حلو بجد هو بيدافع عن تشرد الاطفال يبقى كده حاطط هدف عارف الاودينس ولا ما يعرفوش هو عارف الانسان والمساجين هو عارف الاودينس نمره ثلاثة حدد النمط هو محدد النمط وعارف يعمله ازاي وقف ووقف بجسمه ورجع تاني وكرر وكنترول وبيشاور ودي لانجوج 10 على 10 تمام كده المشكلة الوحيدة فعليا هي ايه بقى؟ لغة المحتوى المحتوى ما كانش محضر محتوى هو ما كانش محضر محتوى نمرة خمسة ممارسة ممارسة وتدريب مفيش مفيش ممارسة ولا تدريب نمرة ستة في مصدر مؤثر في لا بس كان معقول في مصدر مؤثر ليه لابس ميري وشنب ما شاء الله 10 على 10 هو لا مصدر مؤثر كم كم مش بيتكلم بشكل فدي بقى ايه؟ لا ما دي دي ما دي مش صح يعني دي كده ايه نيجاتيف طب نمره سبعة ها فحص نمره سبعة كانت ايه مصدر المؤثر نمره سبعة فحص الاعدادات فحص الاعدادات عديها دي كده كده هو ما كانش
8 المقابله الحرب هو خلاص بدا 9 استرخاء والبدء بس هو بدا في ميعاده لكن هي بس مثلا يا اخوانا ان دي برزنتيشن احنا عرفنا دلوقتي نحلل البرزنتيشن نحللها ازاي 9 حاجات راجل محضر ولا لا طب بعد اثناء العرض خد بالك من اللحظه دي احنا عملنا ايه دي سلايد وسط الموضوع بتقول لك احنا خلصنا كذا وكذا في الحته الفلانيه فحرص على الفواصل دي وانت بتعمل الباور بوينت بالنسبه لك مهم اثناء العرض بقى حضرتك معلش يا جماعه اللي ما عرفتش ترجمها الناس قبل ما تبتدي البرزنتيشن محتاجه تعرف كذا حاجه محتاجه تعرف انت مين ولازم حضرتك تحضر لنفسك ساعات حاجه يسميها يا اخوانا اكتبوها كده 30 second ads اللي هو ايه؟ اعلان 30 ثانية ايه اعلان 30 ثانية دول؟ 30 second ads ايه اعلان 30 ثانية دول؟ اللي انا في 30 ثانية اعرفك بنفسي التعريف هنا يختلف حسب مين؟ الجمهور بس انت تكون جاي وحافظ 30 ثانية كلهم عن نفسك وتضرب ارقام وتضرب شهادات وتضرب كلمات بحيث اللي قاعد بيصرف يعرف الراجل اللي جاي دوت هو ايه؟ فده اول حاجه الناس محتاجه تعرفها. نمرة 2 محتاجين يعرفوا احنا قاعدين ليه؟ احنا قاعدين عشان نتكلم في كذا كذا. نمرة 3 محتاجين يعرفوا الاجنده. هنتكلم في مواضيع كذا وكذا وكذا. نمرة 5 محتاجين يعرفوا الرول. غريب ان انا النهارده اتركه في الموبايلات. صح؟ دي رول من الرولز او قاعده من القواعد اخواننا احنا يا ريت نقفل الموبايلات، يا ريت مفيش ايتنج، مفيش اكل، مفيش سموك، مفيش تدخين، مفيش كذا، مفيش كذا. ماشي؟ الحاجه اللي بعد كده التايم، يا اخواننا احنا هنمشي الساعه كذا كذا. والله حصل زي ما بيحصل معانا دلوقتي عند كتير نتيجه ظرف او اخر بنقول للناس عشان بس ايه الظرف. ده اول حاجه لازم تعملها، عارف الناس تعرف الكام حاجه دول. هيقعدوا امتى؟ قواعدها ايه؟ هنتكلم فين بالاجنده؟ عارفين الاجنده دي ميزتها بس ايه؟ ميزتها ايه؟ انا ممكن اعرف هو طب ايه نسيت اللي هو يعرف؟ هينفعك وايه تاني؟ لا ابنك مهتم بيش في دماغك كل ده كويس وهيعمل حاجه جامده جدا برضه يا فندم مستقيم انت مش واقف تقلب انا مش واقف افتكر مش وقت ما الدنيا طبعا يا فندم ساعدنا بحضراتكم لا انا بعمل بيني وبينك كونتراكت بعمل بيني وبينك ميثاق انا اكلمكم في النقط دي بحيث انت نفسيا الراجل يتكلم راجل 10 على 10 كنسل نقطه هو كان لكن طول ما حضرتك مفيش خمس نقط زي اللي انا كاتبهم الاول هو لك كل خير وبركه وخير وبركه والباقي فين؟ مفيش لكن ده بيقفل في نفسيا يعني بيبلوز كده السايكل مع الراجل اللي قاعد الراجل ده وعد او اتكلم في كذا وكذا بعد كده الاداء الفعال اتعرض نفسك تعمل الاعراض القواعد تعمل الاهداف وتطلب التوقعات انا اظن احنا بقى لنا ساعتين بنتكلم من اول من بعد اول ست ساعات عرفت احنا هنتكلم في ايه؟ دي مش خطبه احنا هنتكلم على كذا وكذا وكذا. الراجل ميزو زيزو يا اخوانا لما دخل البيت هو عمل قاعده مهمه قوي في حياتنا اسمها قاعده عايده. ايه قاعده عايده دي؟ عايده بيقول لك عشان دي احد طرق الجريت هوك في ناس عاوز تعرف زيزو بالصدفه بس مش عارفين مش متابعين. لا في ما تدور حضرتك اول ما بدخل على حضرتك عشان اعمل لك جريت هوك انتبه معايا بعمل حاجه اسمها اتنشن لفت انتباهك مجرد ما بلفت انتباهك انت بتبقى معايا وسهل قوي يعني لو واحده صوتت في الشارع لفت بص في ايه بعد كده اللي كان متخيل هو جوزها يا عم انا مالنا بيه او واحد يقول لك الحق انا معايا ايه؟ يا عم احنا شفناها قبل كده فبالتالي بتعمل حاجه اسمها اتنشن بعد كده بتعمل حاجه اسمها انترست اللي هي بقى 77 فاكرين؟ مع حضرتك والله احنا كنا هنتكلم على يعني النهارده انا قلت لك انا مش هتكلم على على الخطبه انا كده عملت لك انت شخصيه دي اتنشن وانترست ازاي؟ انتوا الخطب بالنسبه لك ده انت بتشرح صفحه تخطب لا مش هتكلم عن الخطبه ولما كتبت ده قلت لك بس شايفين كل دول مش هتكلم بيه وكلم فيه طب هتكلم بيه بقى يا استاذ ال انا كده عملت ايه يا اخوانا؟ انتباه اتنشن احنا هنتكلم عن محاضره المحاضره هناك ممكن ما تعملهاش المحاضره هناك ممكن تروح هي مش خط والفرق انا عملت في حضرتك ايه؟ انترست الراجل ده هيكلمني حاجه من نفسي اسمعها بعد كده بعد ما ده حاجه اسمها ديزاير ديزاير يعني ايه؟ خلاص احنا بقى دخلنا سوا
هتكلم على خمس حاجات. خليك بقى منتبه. كده احنا بدنا نتكلم ايه في رغبه ان انا اكمل مع حضرتك. ديزاير حاضر. اتنشن لفت انتباه. انترست اهتمام او اثاره اهتمام. ديزاير اثاره رغبه بقى بمعنى ايه؟ تشويق. اشوق هي استخدم حضرتك هي الرغبه تشويق في عقلانيه. يعني حضرتك انت ممكن تقعد مين بيعمل الحركه دي بقى يا اخوانا؟ ناشونال جيوغرافيك وجزيره دوكيومنتري الحاجات الوسطيه احنا ما اتفرجش الحمد لله على بقيه الحاجات الثانيه. تلاقي انت قاعد تتفرج على فيلم دوكيومنتري تمام كده فجاه يقول لك ايه؟ ما لم تلاحظه من قبل وما جعل الامريكان يفرون من بيوتهم وما لم تره بعينيه صبره معنا. هوبا هو عمل لك ايه دلوقتي؟ عمل لك اتنشن جارد يجيب لك اكتر لقطه في الفيلم منتظرها وهو لا يجي بقى الكوارث الجويه بقى مش عارف ايه تلاقي الطياره والطياره تيجي من تحت يجي الساعه كام؟ 8 يوم كل خميس موسم جديد بتوقيت جي ام دي. انت عمل لك ايه؟ عمل لك اول حاجه اتنشن اللي انت قاعد بتتفرج على العالم اللي هو العالم البردي وقطط بقى وقرود وبتاع وفجاه تلاقي الطيارتين خبطوا في بعض ده اتنشن. بعد كده انترست خبطوا في بعض ازاي؟ طب بعد كده عمل لك ديزاير. عارفين الديزاير ده عباره عن ايه؟ ان هو خلاك تتفرج للاعلان في اخره وبعد كده عمل حاجه اسمها اكشن اللي انت تيجي يوم الخميس الساعه 8 في بيت جرينتش هتلاقي نفسك فين؟ قاعد قصاد القناه بتسمع الفيلم اللي هو عمل ايه في الاول؟ عمل اتنشن وعمل انترست وعمل ديزاير. حضرتك بتعمل كده في الفتره مش ممكن انت مش واخد بالك لكن تبقى عارف دايما تعمل الحركه دي. تفتكر عايده وابتدي اعمل العايده دي مع مين؟ مع الشاشه. طيب فاكرين الليمبي؟ اللي هو شفناه هوريك بقى واحد شفته طبعا. اسمع قول لي تعليقك ايه على الخطبه دي؟ حط السماعه وسمع حط المايك بتلعب فين؟ بتلعب على الاقدار قلوبهم.
زي ما يوجد عندنا كده نحن تبسيب لك ربنا. أول ما تبسيب لك ربنا تسمع كلامه ده ده من ابن البلد ابن بلدي تعال كلمني بقى. فهو عمل نفس الحركة انت شوف ده كل ده ايه تلقائي. ايه تاني السكتة بتاعته صمت. السكتة تعتبر بودي لانجوج وإلى هذا الحد اتفضل احنا استنى افتح معاك كمان الصمت ده فظيع. نعم اخبار ان الناس من قطعه من بره قبل ما يتكلم يسكت اسمع او ما بيسكت مثلا يعني انا كده كده الناس كلها في المسكت ليه مش عارف يعني طعامه. بيقول لك ان الخطيب لما بيطلع على المسجد على المنبر بيسكت شويه استنى شويه الناس كلها ايه تسكت تبي. وعشان كده واحد حد من اخواننا علمنا حركه جميله قوي خد بالك حصل مع رسول في استفتاح الصلاه. نعم يقابل امي ما يسكت ويقابل التكبير صلى الله عليه وسلم. علمنا واحد من اخواننا يقول لما يكون في لقاء كبير كده وناس بتتكلم وانت بتتكلم كنت بتكلم تسكت طول ما انا عايز تسكت فتبتدي تتكلم الناس تبتدي تسمع فالسكتات حد ذاتها شفت يقول لك ولا داعي دي يا اخواننا اللي اخواننا قالوا الصوت ولا برات الصوت. خد الناس المشاهير في اللقاء محاضرات او غيره وشوف هما بيعملوا ايه بس ارجوك ما تقلدش حد مشهور قلد حد مغمور لو عاجبك لو عاجبك حد بحقيقه كم واحد قلده شكشك نسخ ما هو الكشك في حاجه ثانيه ليه رغم ان ممكن يبقى انجح منه علما وفصاحه وترتيبا بس انت خلاص يعني في مثل امريكي يقول لك ايه او مثل في ماركتنج تو ارايف فيرست از بيتر ذان تو ارايف كومبليت لما توصل الاول احسن ما توصل كامل اللي وصل الاول هو اللي خلاص الناس ابراهيم الفقي اول ما تكلم في التنميه البشريه في عمالقه بعدين ما فيش هو ابراهيم الفقي بس خد هو اول واحد جه واول واحد عمل الحركه دي هو بعد كده قول اللي انت عايزه وهكذا يا اخوانا في حضرتك حتى في اطفالنا طيور الجنه على طبع الشبيره كلها طلع بعدها بتاع 18 قناه اطفال وحقيقه ممكن يكونوا اجود في بعض الحاجات يا فهد ترسم مثلا معبرات بس في الاخر هيفرق جاب شيش جديد. طب انا بقول لكم حاجه جميله ان عايز انشا باخد مني لا اسمه ايه؟ كلينكس ده اسمه كلينكس؟ انت شفت التيشيرت منديل ورا بس مين كلينكس؟ أو شكرا بس فلما كان بيطلع معاه في البيت بيتك وبيقلده يا طعمك وحش قوي لما يشرب بيت القصر واطلع يا اخوانا فحضرتك يا ريت ما تقلدش حد. طبعا اظن انا ما اتكلمش على الخطاب عشان ما اعرفش يعني انا بتكلم على لو حضرتك عايز الخطاب ما تكلمش في خطبكم بقى حد بعد حضرتك لما بتقلد حد مشهور قوي المقارنه تعقد مباشره لكن ممكن تقلد حد في البلد مثلا مع اخونا مصطفى كامل كان معانا دكتور عثمان مكيس لو حد روعه قعدت ساعتها بابا كتير وانا بخطب اقلد في اسلوبه طبعا محدش عارفه واللي شايفني لكن لما تيجي تقلد شيخ محمد حسان يا طعمك بيطفش فيا ريت حضرتك في موضوعنا براس الصوت نقلد حد بس ايه ما يكونش مشهور او ناخد منه وهو بيتكلم ده ونبتدي ايه نلعب عليه. احيانا ما بيقصدش احيانا هو نفسه اثناء وانت شغال بتعمل ايه؟ بتبقى مرتاح ومتحمس طبعا نقطه مهمه يعني حضرتك يعني
لو ما كنتش متحمس وانت بتخطب وانت بتعمل المحاضره الناس هتنام منك كده حاجه ثانيه ما انت تتحمس ممكن يعني مش هقول لك اعتذر لو انت مش متحمس لا انت لما تروح انت محضر لسه ما كنت متحمس مجرد ما فقدت حماسك يعني ايه ما توصلش للمرحله بعد كده اظبط توقيت كل نقطه توقيت كل نقطه بقى تعمل ازاي قناه المحاضره قسم عدد السلايد اللي حضرتك عاملها على وقت المحاضره انا عامل 60 سلايد لو كل واحدة خدت دقيقة أنا عايز كده قد إيه؟ ساعة. فلازم تظبط توقيت السلايد ده أحسن حاجة تظبط لك الموضوع ولازم حضرتك تعمل المحاضرة دي مع نفسك كده في البيت مرة طبعاً يمكن أول مرة تعمل محاضرة من نوع معين هيبقى فيها ضحايا ده طبيعي لكن بعد كده هتبتدي تظبط إيه؟ الأداء ده في واحد قابلني بيقول للطلبة بتوعه الموضوع ده إحنا هنتكلم فيه بيذكر في الكورس كل مرتين مرة بقولها لك دلوقتي ومرة الاربع الجاي ان شاء الله الساعه 7:17 دقيقه من كتر ما هو ادى الكورس مره واثنين وثلاثه وعشره وخمسين عارف ان دي بتتقال في ثالث محاضره اللي هي تبقى سبت واثنين واربع تبقى لسه طبعا مش هجيبها 17 بالظبط لكن ايه يعني توصل للتمكن اللي هو عارف كل يوم هيكون ايه وازاي بعد كده تم التواصل غير اللفظي الناس بقى تلاقي واحد كده فوقه كده دي بقى عند مهارات لازم تمارسها حضرتك اثناء الايه المحاضره والتزم بالتغذيه المرتده من الجمهور الناس بدات تنام طب تبتدي تشطب الناس بدات تفوق ارمي حاجه كويسه وهكذا بما اننا هنعمل بقى اوت لاين باور بوينت يا ريت حضرتك تاخد بالك من ايه الباور بوينت يا فندم مش مكلف شركه الباور بوينت مش مكلف شركه ولا جواب بعته التفاصيل ولا مذكره ده باور بوينت في قاعده اسمها 6x6 اي باور بوينت حضرتك يبقى فيها 6 اسطر وكل سطر في 6 كلمات ماكسيمم بحد اقصى حد اقصى 6 سطور 6 لاين وكل لاين فيه قد ايه؟ كلمات 6 سطور راجع معايا كده حضرتك بص هتلاقي الدنيا كلها ايه؟ كلام من سطر بص اكبر سلايد عندنا طب موضوع كبير ونقط كتيره اقسمهم على 2 سلايد مفيش ادنى مشكله ما الاقيش السلايد ايه؟ لا حرام الكلام ده مش حرام شرعي يعني لازم ايه؟ هتلاقي الناس يعني تعبت من السلايد بتاع حضرتك وده الامل الحاجه اللي بعد كده حط فيديو حط اوديو بس ما يبقاش سيمه يعني مش ايه كلمتين نتفرج على الفيديو ده كلمتين نتفرج على الفيديو ده فيديو او اتنين بالكتير في المحاضره ويبقى انت عارف بتعرضه ليه في هدف في بعدين ديسكشن في مناقشه عشان تثبت معنى او تلغي معنى انت عايز تعمله بعد كده عندنا بتبقى هيدنج يعني تحط هيد واحد بقى يروح لك بس هم 6x6 ويجيب بقى الكلام كله ويضرب له 600 سلايد هم كلهم 6x6 واحد بقى طول مشاكلك طبعا انصح حضراتكم نجيب التول الصغيره ديت 240 جنيه من راديو شيك هو بتاع كده وتحط يو اس بي بس حضرتك وانت قاعد تقعد ايه اسمه بوينتر حاجه شيء 140 جنيه جميل قوي في راديو شيك هنا في شارع النصر او عند اي حد مشهور دلوقتي قوي خلي بالك ده بيعمل فرق معاك غير طبيعي ده لما يروح يعمل كليك انا يا نهار ابيض تقعد بقى مره عملت محاضره وكانت في الجامعه وكان البتاع يعني ايه عالي يا نهار ابيض اتكلم مع الناس على الموبايل واروح طالع والبتاع واروح دايس وانزل تاني العيال بقى يفرسوني يقول لي انا مش مهندس استاذ اللي فات عيال تقريبا خرج كانوا ايه يقصدوا كان فطبعا هنا بقى خلاص انا بتكلم في اخر القاعه طب بص يا فندم الاستاذ اللي فات دي ومعايا حضرتك فبص بقى الاستاذ اللي جاي وتقعد رايح جاي مع الناس وتبقى حريه شديده هو بيبقى فيه مفترض ليزر لكن هو عشان تصيني الحاجات دي الليزر الاصلي ب 700 حاجه غاليه فهو ده جميل جدا وبيقضي معاك تقضيه جميله قوي وتقعد تقلب السلايد بالصوره دي بعد كده السلايد تبقى كلير والله يبارك لك الله يبارك لك الالوان الناس بتعمل ده باور بوينت الوان بقى ابيض واحمر واصفر والانيميشن بقى بتعمل مين فيكم يعرف انا بشتغل باور بوينت هو معروف الباور بوينت اللي هو بيقعد يعمل حركات زي كده لا بقى ايه قاعد بقى جايب لك ايه وتطلع وتيجي وتدخل من الحاجة وتدخل من الحاجة لا الراجل اللي قاعد هو مش مهتم بالكلام هو مهتم بالكلام لا إلا لو حضرتك بتعملها في الكي جي 1 حضرت حفلة لأولادي في المدرسة في مكتبة اسمها ايه المعادي هنا ما شاء الله بقى بنت ايه فرح والوان وبتاع واسد مش للاطفال لكن بالنسبه لنا في حاله واحده بس نستخدم الانيميشن في الوقت دي لما تركب حاجه يعني عايز اقول لك مثلا احنا هرم مثل مثلا ابتدي اديها واحد وبعدين في الثاني
في الثالث الرابع لغايه الخامس مستويات. انت عم تساعد كده في اول السلايد بتاعك المربع. انا عايز اوري لك بالظبط هتمشي ازاي وتطلع كده اوكي، بس ما بقاش كلها بقى ايه قاعد توم وجيري بقى وطير الرحمن ما ينفعش الكلام. الحاجه اللي بعد كده الالوان. الالوان ابعد عن شركات الاتصالات بالكامل، ابعد يكون الباك جراوند احمر من فديان ودافون او برتقالي بني او لايت جرين. لاحظ ان الثلاث شركات دول ليه الالوان دي ملفتة، دي الوان اتراكتف قوي وفاقعه قوي، طبعا فضلا عن اللونين المشهورين الاصفر بتاع المطافي بتاع امريكا والاسود. في ناس بتحط الباك جراوند سودا هي في حاله واحده لو بتعمل برزنتيشن لحنوتي بس حضرتك هنا انسب لون انسب لون كما يقول الرئيس اللي هو زملكاوي ابيض انسب حاجه برزنتيشن الابيض. نعم ده العين الوحيده اللي في مصر. هو زملكاوي وقال لك اهلي وعشيرتي دي فهو لك انسب حاجه اللون الابيض دراسات انسب حاجه اللون الابيض ويكون حاجه سهله زي احنا عشان كده خلصنا ما قبل العرض واثناء العرض ما بعد العرض لسه على 10 وبعد العرض مش هتم تعمله ثلاث حاجات. نعم انا مع حضرتك ثلاث حاجات بعد العرض حاجه تعمله او اربعه عشان تخلص حاجه. نمبر 1 تكرر الهدف زي ما بدانا زي ما بدينا. نمره 2 بتلخص الموضوع ولا جماله لو احنا زي ما بنحفظ بعض كده ما قبل واثناء وما بعد، ما قبل 10 حاجات تربت 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 وما بعد كذا كذا وقاب السته في سته وعليه نكرر نكرر نكرر. بعد كده بتدي فرصه للاسئله او التعليقات. طبعا هنا بيبقى في برضه نوعين من الموضوع، اما اسئله انتر اكتف ثم احنا شغالين بنسال في بعض فبالتالي ايه؟ مفيش فرصه ان انت او لو كان عدد كبير طب اسمح لزنوبل اسئله في اخر السيشن ده مفيش منها. اخر كلمه اخر كلمه يسمعها منا الاودينس شكرا. اخر كلمه اخر كلمه بفتح موضوع جديد وماله شكرا. اخر كلمه تتقال للناس اللي قاعده ساعتين ثلاثه يسمعوك تتحط على السلايد وحدها السلايد كبيره كده ثانك يو. واحد مره بعد ما عملنا برزنتيشن ثانك يو ميرسي التركي مش عارف يقول لها ايه كده عشان اصور كلمه كده كتب كل الكلمات ما عدا العربي طبعا في بقى الطعنات لقيتها انت كاتب كل ده ما كتبتش ايه شكرا العربي فكانت جميله يعني لقطه جميله منه فبيبقى سلايد لوحدها ثانك يو وبتقول لها شكرا فتح موضوع كمل شكرا اخر كلمه شكرا لحضراتكم على الوقت اللي انتم وفعلا انا بشكر ما استعملتش في البيت اساسا اربع ساعات او ميزه كبيره. طيب كده خلصنا كل حاجه. اخطاء ايه؟ احنا قلنا الاخطاء واحنا ماشيين بس مثلا بنجمعها مع بعض. قبل العرض انت ما تحضرش اما زنقتن في الوقت زي ما دكتور ناصر قال او اعتمادا على ايه؟ العلم الواسع على ايات البحر المكنون من الكنوز الجهل. لا مفيش لا اقل حاجه تقرا انت هتقولي بس مش اكتر. اقل حاجه تقرا انت هتقولي الحاجه. طب وفي نقطه مهمه ان حضرتك مهما تكون محضر انت لازم تعمل ايه اساسا؟ تفصل وغير بعد ما تراجع كمان تسقط الكلام ده على الناس. انا ممكن حضرتك اقعد وانا جاي كده طب اضرب لهم مثل المثل اللي انا بضربه دايما في الشغل على الاي تي والكاستمر راح يا عم ده انت رايح لناس تقعد بقى تحفر كده في دماغ سيادتك لازم تجيب ايه؟ مثل يوافق يعني انا موضوع الدستور ده انا بفكر فيه من امبارح احنا هنخلي اخواننا يعملوا دايما اقول لهم في المحاضرات بتاعتنا هتبيع منتج جديد هتبيع برنامج هتروح تبيعه ازاي؟ طب انا لكم الكلام ده هتعمله فين؟ قعدت افكر فربنا كرمني في قصه ايه؟ انا هنبيعه برضه ان شاء الله الدستور البرنامج هنبيعه القطع اللي انا ممكن توقعه ما تعرفش الجمهور بتاعك داخل على طول في الموضوع طبعا ده مشكله اللي بعد كده ما تظبطش على التوقعات انت قاعد بتتكلم وتيجي واحد في البريك بقى يا باشمهندس احنا ما الحقيقه الكلام ده مش احنا اللي جينا عشانه احنا جينا عشان نعرف كذا 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 كذا. عدم التدريب والممارسه كل دي اخطاء فين؟ قبل ما تروح للناس في العصبيه الشديده او الحياء الشديد او الثقه الزائده دي كل اخطاء ممكن نقع فيها ولا واحنا رايحين نعمل برزنتيشن. اخطائنا بقى اثناء البرزنتيشن البيت المباشر في الموضوع
الوحيد الحقيقه اللي كان بيدخل في الموضوع على طول والناس بتسقف له ابراهيم الفقي، عشان طبعا ابراهيم الفقي الله يرحمه ليه كده يدخل على الستيج هو ده من هنا، بس هو داخل اهو عمر محمد. في سنه 1986 اكتشفوا في انجلترا ان الثلاث ارباع البشر اللي بيعملوا كذا 2% بيعملوا كذا 50% بيعملوا كذا. ايه يا عم ده هو السبايد ده وخبرته مع الناس وحضوره مع الناس يقفل له ذلك، لكن احنا واسمه، لكن احنا لازم تسخن الناس وتحضر الناس وتعرف على الناس زي ما قلنا في اول المره. فده خطر ان انت تروح داخل ايه؟ او خطيب. ان الحمد لله اما بعد طبعا ده حتى شرعا ايه؟ لازم يعني يوجد نيه هذه مش الفخر كان بيبدا خطبته اما بعد. لا طبعا ده ما ينفعش ولا في الخطبه وانت حاضر ذلك ولا في البرزنتيشن. الحاجه اللي بعد كده الافراط في المعنى، استاذ في اللفظ اللي هقوله ده، بس هو ده اللفظ علم البرزنتيشن اسمه فوميتنج. فوميتنج يعني يا اخوانا ايام سوري تربيع ما صدقت بشر يسمعوك بقى معلومات معلومات والناس ثانيه غيابه طبعا ده غلط. يعني حضرتك بتدي الناس هو هنا كده وبيقول لك لا تتحدث اكثر من 20 دقيقه متصل. 20 دقيقه متصل يعني ايه؟ انا قاعد اتكلم 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 اخر الكلام ده بحوار بسؤال بمناقشه. ما ينفعش 20 دقيقة تتكلم أكتر من كده. يعني ده أصلاً يعني ده أصلاً لا ما بتكلمش الخطبة. ده موجود ده؟ شفتها؟ لا يا أخوانا بس هنا معلش أخونا هنا بيسأل الخطبة بتوع الساعة اللي تلت من فكر الراجل. مش موجود عندك؟ بصوا يا اخوانا طبعا في نقط هنا يعني ايه مش هقول لكل قاعده شواذ. لا اصل احنا مش كتالوجات، احنا مالناش كتالوج كبشر. او ممكن واحد يقعد 6 ساعات يتكلم اخوه الدكتور حد حكى معاه اخوه الدكتور علي نوايته. ممكن تلت ابن نوايته 6 ساعات وتلاقي الناس قاعده ومحدش بيتكلم وبيتكلم بس. فدي في حاجات كده الدكتور صلاح عادي كلمنا ساعه ونص ساعتين فهي القضيه كده. مين اللي بيتكلم؟ دي طبعا ايه؟ اكسبشنز او لكن في التدريب انا وحضرتك كده اللي على قد حالنا اكتر من 6 ساعات ما ينفعش. الافراط في الكتابه، الافراط في الكتابه ده معناه ايه يا اخوانا؟ عامل 70 سلايد وكل سلايد فيها ما شاء الله. لا بيكتب كتير. كان معانا دكتور في كليه علوم في سنه اولى، انا مش نسيح ايه؟ الدكتور ده كان بيعمل حاجتين، هيمسك الماركر ده في ايده والاريزر دي هو كان طبعه كده ويبتدي يكتب وسط لغايه هنا يبتدي يمسح عشان ايه يفضي مكان فوق. فكان طبعا ده 90% من الدفعه سته هو بيكتب هو المفروض يكتب وخلي حد يمسح وراه. ده كان ده ممكن بقى في الاجيال اللي بعدينا لكن على اجيالنا كان فعلا. الحاجه الثانيه ان حضرتك تتكلم كده. بص يا اخوانا عندنا 5 اخطاء وبتوع انا بشاور خرجك مش بديك ضهر انا بشاور بس ما ينفعش ده بتقعد في ظهرك لجمهورك خالص خالص اللي هو الحركه دي ايه؟ اللي في الصلاه لو اخطر اوكي لكن حضرتك عايز اشاور وتدرب عليها اتدرب اللي انت حتى وانت راجع وانت راجع بترجع بايه؟ كده وتشاور كده. او لو حضرتك مثلا لبس هندل اشول ولا منتج جديد كده شاطر ما تديش ظهر للجمهور مطلقا. دي ايه دي نقطه. في حاجه لكن طبعا اللي انا اصطلع انه علق عليا ما تحطش ايدك في جيبك والمعنى في بطن الشارع. وانا تلعب بسلسله طب عايز حضرتك عايز في دكتور في دكتور بيشرح لنا لا لا هو سريع بيوقف بيحط ايده في جيبه وما شاء الله عليه دايما نقول ايه؟ دايما نقول ايه؟ ملناش كتالوجات ملناش كتالوجات. يعني معلش علمونا في كل الكتب ما تحطش ايدك في جيبك. دكتور صلاح حط ايده ده يحط ايده في جيبه ويحط ايده في جيبي بس يتكلم. يعني حضرتك يعني ايه؟ في حاجات لا بتمحي حاجات لكن احنا رايحين على باب الله يا دوبك كده نقول كلمتين وبعدين المحاضره تخلص بالعافيه فمش ناقشه مش ناقشه ايه بقى؟ فنمشي زي ما الكتاب بيقول كده. الحاجه اللي بعد كده نبره الصوت الواحد وما ادراك ما نبره الصوت الواحد. رتالة كان معانا خطيب ابو الفضيله صغير بس ما شاء الله على عينه كان عالم عنده بصاعه
اخلاق وعلم ويقعد يقول لك احداث اول ما يفتح بس من اول ما يبتدي زي افضل فضيله كده زي والله افضل فضيله دي دي دي, دي, دي ممتازه في النظر بيتكلم بنفس المفاجاه اللي عرفنا بيتكلم نفس النظر نفس النظر فطبعا الناس هيحصل لها ايه؟ لوم طبعا ده اكيد ويصحوا بعض بقى ساعه ما المؤذن يقوم او اخونا الثاني اول ما دخل دخلها ايه؟ كناب اه بابا يعني لا نفسك انت سخنت معاه انت سخنت النفس ده ما نزلكش خالص في غلطه بقى طبعا انت ادرى بيها واحد خد الكلمتين دول وبدا يطبقهم وقف الخطبه بيتكلم في الموضوع عادي جدا وافتكر الراجل قال له ايه؟ غير النظر حاجه لا لا يعني لازم ايه؟ طبعا دي ما فيهاش تعليم ده حضرتك انت كده ايه؟ ليه تسال؟ يجي على حته ان النبره تكون مناسبه يعني ينفعش عن تكون متحدث عن الخطأ وبيتكلم في الخطأ وبيتكلم في الخطأ مثلا وبيزعق لا طبعا طبعا بيتكلم عن الثورة وبيتكلم عن الثورة طبعا بس هي اخوانا في الاخر في الاخر بيظبط الحته دي ما بس ايه سنجل تون سنجل تون ده كتير او قليل او في الوسط او تحت وحش ان انت ماشي ايه؟ على وطي حسب الموقف وحسب الحاله ايه؟ اخر حاجه دي كارثه حقيقه انا مفيش حد قاعد قصادي اساسا وقاعد بقى ايه اقول وعيد كده شيخ عندنا يا عم يا ما والله تكسر المنبر مرتين ماشي كويس كل حاجه بس الناس قاعده بقت واحده ونص ايام ما كان الدور بدل الساعه 12 من الليل صلاه العصر هي خبر طبعا الناس ويقول لك بقى لو دخلت صدفه بقى انت بتدخل بتدخل يعني هو قاعد يتكلم وانت جاي المحاضرين بيعملوا كده لا المحاضر قاعد زي القطر هو عنده كلمتين عايز يقول روح جاي ناس فاهمه مش فاهمه بتتاوب نايمه مش معاك خصوصا لما تديهم البلاغات انت بقى الحركه هنا بس اجاني الجمهور اتقفلت على مين؟ على اللي هو تقييم الجمهور او اسمه ايه ده؟ التواصل الايه بالعينين تلاقي الناس كلها ايه؟ معاك زي الفل اخر حاجه بعد ما خلصنا انا كده خلصت البرزنتيشن اعمل برضه حاجات امتى بقى وقعت في غلط الملخصي اجيب كده سمري بقى بصوا يا اخواني مره والراجل اللي كان نايم اصحى بقى خد الخلاصه الموضوع في دكتور اسمه صلاح الرفاعي كان بيعمل حركه شيك جدا وانا خدتها منه من بعد ما حضرتها اول محاضره من حوالي 4 سنين بعد ما خلص انا ملخص او الخص مره بسرعه كده اللي هيقول هيروح كل واحد يقول كلمه يتوكل على الله فتلاقي الناس مع تاني محاضره ايه حريصه ولو حتى في اول هي محاضره واحده هتلاقيهم بيستجلب المعلومه او اي حاجه يعني طبعا هو لو عايز يروح هيروح لكن دي طريقه جميله ان انت كلهم يقولوا بقى يا اخوان كل واحد كده مننا يقول حاجه والمنافسه بقى طب انت قول طب فتلاقي الناس عملت ايه تلخيص الموضوع او حضرتك ما تسيبش وقت الاسئله لو انت ايه قافش على الناس من اول المحاضره مفيش اسئله وتيجي في الاخر تقفل على الوقت يبقى او مساحه للتعليق طب اي تعليق يا اخوان طب اي حاجه او ما تشكرش الناس اللي قاعده من اول المحاضره دول الاخطاء ان ممكن سيادتك تقع فيهم انا خلصت اتكلمنا في 4 5 حاجات مقدمه قبل اثناء بعد واخطاء قبل 10 حاجات قلناهم واثناء دشنا في ده شيء يعني عامل وقعدنا ندرس فيه مناقشه كويسه بعد اشهر حاجه تلخيص اسئله تعليقات الاخطاء اللي احنا قلناها مع بعض انا كده خلصت يا اخوانا اي تعليق لحضراتكم اتفضل الدكتور صلاح بس بيأكد على الاخوان ان في محاضره بعد التطبيق نعم انا حبيت اقول لهم عشان رصيق هتسمعكم في نقطة بسيطة يا اخوانا هتسمعكم في نقطة بسيطة احد التقسيمات الانماط بتاعت الخطبة في 3 انماط عندنا في نمط